بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأهلي في المونديال. الأهلي في المونديال زي ما حضراتكم عارفين بنتكلم عن كل ما يحدث خلال هذه الفترة من بعثة النادي الأهلي في مونديال الأندية. زي ما حضراتكم عارفين امبارح الحقيقة كانت مباراة هامة جدا ومباراة تاريخية. أيوة مباراة هامة جدا وأيوة مباراة تاريخية، وعمري ما هغير كلامي وعمري ما هقول كلام مختلف، لأنه الحقيقة لما نيجي نتكلم عن مباراة نصف نهائي ما بين بطل قارة أفريقيا وبطل قارة أوروبا لازم نقول إن هي مباراة للتاريخ ومباراة تاريخية. الأهلي لعب كويس، الأهلي لعب وحش، بايرن لعب كويس، لعب كويس برضو، هنتكلم فيها وهنشوف إيه اللي إحنا عملناه غلط وإيه اللي اتعمل صح وهنتكلم في هذا الأمر. ولكن في النهاية هي مباراة للتاريخ، مباراة سيذكرها الكل، العالم كله الحقيقة امبارح، وعندي كلام كتير جدا هقوله لحضراتكم النهارده، سواء من التصريحات اللي جت من مونديال الأندية أو من بعض النجوم الكبار في مصر، لا في العالم كله عن النادي الأهلي. وهنتكلم طبعا الجزء الفني مع زمايلنا كريم سعيد وأحمد ثابت. ولكن الحقيقة النادي الأهلي بيلعب في المحافل العالمية والباقي مش فاضي غير للتريقة وبس، للتريقة والتحفيل. هو ده اللي بيحصل من امبارح لغايه النهارده الحقيقه. طبعا عارفين انتوا مين الباقي اللي فاضي للتريقه والتحفيل. الناس كلها بتتكلم عن ان النادي الاهلي لعب مباراه جيده، خليني اقول ان هي مباراه ليست سيئه جدا وليست مباراه قويه زي ما كان متوقع البعض ان النادي الاهلي يلعب مباراه قويه. ولكن احنا كل كلامنا ايه؟ عن ان احنا بنحلم ان احنا نكسب، عن ان احنا بنحلم ان احنا دايما النادي الاهلي لما بيلعب اي مباراه بيبقى بيلعب علشان يكسب فقط، وهذه هي الحقيقه. اذا كان عند حضرتك راي فني عايز تقوله عنديش اي مشكله، اذا كان عند حضرتك راي فني وشايف ان هو قاسي شويه ما عنديش اي مشكله بالمناسبه ان انت تتكلم في الفنيات، لان هنا في قناه النادي الاهلي وفي شاشه قناه النادي الاهلي دايما لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم بنتكلم بمنتهى الصدق والصراحه، ما بنتكلمش باي حاجه تانية، بنشوف ايه اللي احنا شايفينه من وجهه نظرنا من الناحيه الايجابيه وبنحاول نبرزه، اما النواحي السلبيه بنتكلم فيها وبنقول ان في نواحي سلبيه زي مباراه امبارح. وبالمناسبه ده مش كلامي ولا كلام اي حد، ده كلام المدير الفني والاداره الفنيه واداره الكوره في النادي الاهلي. وهما بيتكلموا عن ايه؟ ان الناس اللاعبين النهارده قاعدين بيشوفوا وعاملين اجتماعات وبيشوفوا فيديوهات لمباراه الدحيل ومباراه بايرن ميونخ عشان يشوفوا الحاجات الإيجابية اللي حصلت في المباراة والحاجات السلبية أيضا اللي حصلت في المباراة، لأن ما فيش النادي الأهلي عنده سلبيات. أيوة عنده سلبيات، عنده حاجات غلط بيعملها. أيوة عنده حاجات غلط بيعملها. هل المدير الفني بيتسو موسيماني أدى المباراة بشكل جيد ولا لأ؟ هنتكلم في كل هذا الأمر. ولكن حاجات غلط جوه الملعب طبعا، هل هنتكلم بقى في، لكن لما تيجي تبص على الجانب الآخر، ولكل الشماتين ولكل اللي محفلين إذا جاز التعبير يا جماعة، يعني لكل الناس اللي بتشمت في النادي الأهلي وبتحفل على النادي الأهلي، يعني أنا لو حطيت كلمة تحفيل أو كلمة شماتة على الإنترنت هيطلع اسم ناديك كله شماتة وكله تحفيل. الناس اللي بتقعد تتريق دي طبعا بعض من لا يشجع النادي الأهلي، لو انا حطيت الكلمتين دول على الانترنت كده على جوجل ها وبعمل سيرش هيطلع اسم ناديك اللي انا اقدر اقعد احفل عليه من النهارده لعشر سنين قدام. وخلينا استعمل التعبير بتاع حضراتكم او بتاع الناس اللي بتتكلم بهذا التعبير. وحضرتك بتحفل على ايه او بتتكلم على ايه؟ النادي الاهلي امبارح عامل مباراه للتاريخ، مباراه للتاريخ من الناحيه قبل المباراة، لكن النواحي الفنية لا، اتكلم وقول اللي انت عايزه. اللي عايز يقول ان المدير الفني اخطأ ان هو ما هاجمش، مع ان برضو حاجة غريبة جدا لما تيجي تتكلم في نواحي فنية، لما حضرتك تيجي تتكلم في نواحي فنية مش لازم تبقى عارف انت بتلعب مين، مش لازم تبقى واخد بالك انت بتلعب مين. طيب هو برشلونة لما لعب بايرن ميونخ وجي في جون والتاني في اول نص ساعة في المباراة وحاول ان هو يكسب او يتعادل، حصل ايه؟ اتغلب 8-2، 8-1-2-3-4-5-6-7-8-2. ليه؟ لان فريق بايرن ميونخ افضل فريق في العالم،
فانا كنادي اهلي او انا كمدير فني كل تفكيري ازاي ان انا ازاي هقفل والعب على الهجمه المرتده. لكن هل انا بحلم، كنت بحلم ان انا اكسب؟ اه طبعا كنت بحلم ان انا اكسب. كنت بحلم ان انا افوز؟ طبعا كنت بحلم ان انا افوز. كنت بحلم ان انا اعمل مباراه افضل من كده 100 مره؟ ايوه كنت بحلم ان انا اعمل مباراه افضل من كده 100 مره. ولكن نتكلم بالعقل وبالمنطق. لو حضرتك كمحلل فني جينا نتكلم عن مباراه، وبعدين معلش في حته لازم اقولها لان الحته دي يعني وجعاني جدا، واحد او محلل فني فشل مع انديه الدوري الممتاز او ما اعتقدش درب انديه لدوري الممتاز، وفشل مع انديه في الدرجه الثانيه، وفشل مع انديه في الدرجه الثالثه، يعني اتكلم زي ما تتكلم، وطالع يتكلم على النادي الاهلي. طب ازاي؟ ازاي؟ اتكلم وحلل وقول اللي انت عايزه من الناحيه التحليليه، ما عنديش اي مشكله، قول اللي انت عايزه. هنا بنجيب الناس اللي شايف من وجهه نظره ان موسيماني اخطا، ما عندناش مشكله، اللي شايف ان بعض اللاعبين اخطاوا ما عندناش مشكله ان احنا نتكلم في هذا الموضوع. ولكن ان حضرتك فاشل في كل حاجه وفي كل الفرق اللي انت الحاجه الوحيده اللي انت ناجح فيها الكلام. الكلام بس، ما يعني ما فيش اي حاجه تانية انت ناجح فيها، الكلام بس اللي انت ناجح فيه. عايز تركب الترند وعايز تتحط نمره واحد على الترند والكلام ده كله. لكن ان حضرتك تيجي تتكلم وتعيب في مدير فني او تعيب في لاعبين، انا يعني حتى الواحد لما بيجي يتكلم دايما على الانديه المنافسه بيتكلم بمنتهى الاحترام. بنتكلم ان احنا في التحليل، لما بنيجي نتكلم في التحليل بنتكلم بمنتهى الاحترام، بنحلل الانديه، بنقول على نادي الزمالك نادي كبير، بنقول على نادي الاسماعيلي نادي كبير، لان دي الحقيقه بالمناسبه. محدش يقدر ينكر هذا الكلام، محدش يقدر ينكر هذا الكلام. ولكن لمجرد ان انت عايز تطلع علشان تركب الترند، انت حر، اركب الترند واعمل اللي انت عايزه وشوف جمهور الاهلي بيعمل معاك ايه. ده لاي حد الكلام ده في المطلق، خصوصا بقى اذا كنت انت فاشل ما عندكش اي تجربه ناجحه غير على التلفزيون بس، غير على التلفزيون بس. فالحقيقه كلام مختلف جدا، وكلام الواحد بيشوفه من امبارح للنهارده عندنا سلبيات. هل معنى الكلام اللي انا بقوله ده كله ان الاهلي كان عامل ماتش جامد ومش عارف ايه؟ لا طبعا، لا طبعا. انا كنت اتمنى ان النادي الاهلي يعمل مباراه افضل من كده بكتير. على فكره ده برده مش كلامي، ده كلام المدير الفني بيتسو موسيماني اللي قال ايه في المؤتمر الصحفي. قال بعد ما لعبنا في كاس العالم احنا عندنا حاجات كتيره جدا لازم لسه نعدلها ونغيرها. فهو لما بيجي يتكلم هو بيتكلم على فريق بشكل عام، فلازم يبقى واخد باله من الكلام. لكن انا بقول لحضراتكم، هل معنى كل الكلام اللي بيتقال ده ان الاهلي كان كويس؟ يبقى في ناس ما بتفهمش الكلام كويس. طبعا بعض من لا يشجع النادي الاهلي يعني ما بتفهمش الكلام كويس. كل اللي احنا بنقوله وكل اللي احنا كنا بنعمله خلال الاربع ايام اللي قبل مباراه بايرن ميونخ هي رسائل تحفيزيه للفريق، رسائل تحفيزيه لكل اللاعبين، رسائل تحفيزيه للمدير الفني. لكن عايز تنتقد اداء النادي الاهلي، من حقك تنتقد اداء النادي الاهلي ومن حقك تقول اللي انت عايزه، ولكن في اطار النقد، في اطار ان انت بدون تجريح، بدون تجريح ولا تشويه، لان عمر ما حصل. وإذا حصل مش هتلاقوه هنا على شاشة قناة النادي الأهلي أبدا أبدا. إحنا لما بنيجي نتكلم دايما بنتكلم بالمنطق والعقل وبالأرقام وبالأهداف وبالفيديوهات، وأنا دايما متعود مع حضراتكم على كده. فالكلام اللي إحنا بنشوفه خلال هذه الأيام يجب أن يتوقف تماما، يجب أن تسود الروح الرياضية. ولكن أنا شخصيا طول ما أنا موجود على الشاشة وطول ما أنا بطلع على الشاشة أي حد هيتكلم ويقول حاجة كده ولا كده أنا هطلع أرد، هطلع رد وهطلع رد مش مجرد كلام وخلاص، لا انا هطلع رد بمبادئ النادي الاهلي وباخلاق النادي الاهلي، لان ده اللي احنا اتعودنا عليه دايما، وبالمنطق وبالحجه مش مجرد كلام. مش حد فاشل يجي يتكلم ويغلط في لعيبه النادي الاهلي ويغلط في المدير الفني للنادي الاهلي، لا. لكن تنتقد، انتقد براحتك، محدش هيقدر يفتح بقه. على فكره دايما لما باجي اتسال ويقولوا لي يا اسلام انت من وجهه نظرك مين صح ومين غلط في النواحي الفنيه، اقول لهم مفيش حد بيقول في ناحيه فنيه حاجه غلط. ليه؟ لان من وجهه نظر فلان الفلاني المحلل الكبير ان هو لما يطلع يقول ان لازم النادي الاهلي كان يهاجم مفيش مشكله،
قول اللي انت عايزه، لكن دي من وجهة نظرك، هي مدرسة، هي مدرسة. لكن هل انت عارف ان انت لما هتهاجم ايه اللي هيحصل ورا في دفاعك؟ هل انت مدرك ان ده ممكن يحصل؟ ده بقى كلام فني بنتكلم فيه. لكن تطلع تتريق وعلشان الجمهور ده ما يزعلش منك والجمهور ده مش عارف ايه، تطلع تقول كلام مش صحيح او تشوه النادي الاهلي او لاعيبته او جمهوره او مجلس ادارته، لا ما ينفعش، ما ينفعش. مش انا الواحد اللي هتصدى بالمناسبه، 80 مليون اهلاوي ممكن يتصدوا لمثل هذا الكلام. حضرتك انا بلعب في كاس العالم، حضرتك انا بلاعب الدحيل كسبته، لعبت بايرن ميونخ اتغلبت 2-0، اديت شوط تاني جيد، جيد مش جيد جدا عشان بس انا عارف كلامي اصله بيتاخد، فشوط تاني جيد كان ممكن جدا، كان ممكن جدا 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 ان احنا نعمل حاجه اكتر من كده، ممكن، ولكن ده من وجهه نظر، من وجهه نظر حضرتك. لكن من وجهه نظر المدير الفني، ان لما انت كمدير فني للنادي الاهلي ورايح تلعب بايرن ميونخ وتتفرج على مباراه البايرن وبرشلونه، برشلونه حاول يرجع في برشلونه، برشلونه نادي برشلونه اللي فيه ميسي افضل لاعب في العالم على مدار 10-15 سنه، انا مش بتكلم على اي نادي تاني، انا بتكلم على افضل، تاني افضل نادي في العالم او ثالث افضل نادي في العالم دلوقتي. وفي النادي برشلونه ده في افضل لاعب في العالم، افضل لاعب في العالم اللي هو ميسي. بايرن ميونخ كسبهم ازاي؟ ان برشلونه حاول ان هو يرجع في المباراه، فقعد فضل يهاجم، فكل شويه جنابري يروح، من اللي بيلعب بقى ناحيه اليمين يروح، واللي بيلعب ناحيه الشمال يروح، وليفا يحرز اهداف، وكيميتش يحرز اهداف، وده يحرز اهداف، وده يحرز اهداف. فرقه كل عناصرها قويه. تخيل حضرتك ان روكا بيطلع بينزل توليسو، تخيل حضرتك ان بيطلع جنابري بينزل ساني، تخيل. هي دي الاسماء اللي بتلعب. طبعا هل اتضح ان هناك فارق؟ هل اتضح ان هناك فارق بين الكره الاوروبيه والكره العربيه؟ الفارق واضح جدا، وبرده مش كلامي، ده كلام المدير الفني للنادي الاهلي بيتسو موسيماني. هو واضح ان في فروق واضحه جدا، حتى في القيمه التسويقيه. ده مش من النهارده بالمناسبه، ده من مئات السنين او يعني من منذ ان بدات كره القدم وحتى الان. تخيل حضرتك القيمة التسويقية لبايرن ميونخ 879 مليون، 879 مليون يورو، والنادي الأهلي 25.5 مليون يورو. تخيل، أنا بس بقول لك لعيب واحد ب 90، جنابري ب 90 مليون، والنادي الأهلي كله ب 25 وشوية مليون. ده ليس تقليلا من النادي الأهلي، ولكن هي دي إمكانياتنا، وهو ده أسلوبنا، وهو ده الطريقة اللي احنا بنلعب بيها. احنا دايما كأهلاوية بنعتمد على ده الأول، بنعتمد على القلب، بنعتمد على قلبنا قبل ما نعتمد على أي شيء آخر، بنعتمد إن احنا عندنا جمهور يهز الدنيا ويهز الجبال، هو ده اللي احنا بنعتمد عليه كأهلاوية. وبعد كده بنعتمد على إن احنا عندنا لعيبة تدرك قيمة واسم النادي الأهلي، هو ده اللي احنا دايما بنعتمد عليه، هو ده دايما الفارق الجوهري اللي ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر. معلش انا النهارده متضايق طبعا شويه، لانه انا امبارح قاعد قدام التلفزيون بتفرج في الاخر المباراه او بعد نهايه المباراه، اتبسطت، اتغلبنا 2-0، ولكن الشوط الثاني افضل كتير من الشوط الاول. عندنا مباراه يوم الخميس اللي جاي، هل احنا كجمهور النادي الاهلي، وهي دي عظمه جمهور النادي الاهلي بالمناسبه، عظمه جمهور النادي الاهلي في اليومين اللي حضراتكم شايفينهم النهارده وبكره 3 و4، عظمه جمهور النادي الاهلي في ايه؟ ان انا بشوف ان كل جمهور النادي الاهلي او معظم جمهور النادي الاهلي هيقف ورا فرقته في اليومين اللي جايين، هيساند فرقته في ال3 و4، عشان عندنا مباراه عايزين نحقق انجاز ما حدث في 2006، ان انا اكسب بالميراس عفوا، ان انا اكسب بالميرس، ليه لا؟ وهنحاول وهفضل اقول هذا الكلام، ولو لا قدر الله اتغلبنا يوم الخميس ما عنديش اي مشكله، السنه اللي بعديها نحاول زي ما احنا عملنا، زي ما الجيل الرائع اللي كان في 2005 خسر وطلعنا سادس عالم، في 2006 رجعت ولعبت وكنت مصر وكان عندنا اصرار داخلي
وكانت الجيل المتواجد مش انا، كل الجيل طبعا كان عندهم اصرار كبير جدا، واكتسبوا خبرات وكسبوا ثالث العالم، وكسبوا ثالث العالم باداء رائع جدا. هو ده الفرق بين جمهور النادي الاهلي وعظمه جمهور النادي الاهلي، بتبان في اليومين دول. هما دول اليومين اللي بيبان فيهم، او باللي دايما الناس تقول لي ايه اللي بيخلي يعني بيخليكم انتوا كلاعيبه تحبوا جمهور النادي الاهلي كده، او كمنتمين للنادي الاهلي ازاي بتحبوا بنحب جمهور النادي الاهلي؟ عشان موقف زي ده، عشان 3 و4 عندك موقف. كل ما هنفتح الفيسبوك او كسوشيال ميديا يعني، لانه الجمهور اللي موجود في ارض المونديال الحقيقه عمل اللي عليه حاجه مشرفه، وده لسه هتكلم عنه في وقته. لكن لعيبه الاهلي لا، بنعتبر الجمهور لاعب رقم واحد بالنسبه لنا. الناس بتقول رقم 12، لكن احنا بنقول رقم واحد بالنسبه لنا. فانا متاكد، والعظمه دايما بقولها، عظمه جمهور الاهلي بتبان في اليومين اللي قبل اي مباراه او بعده خساره. فاحنا خسرنا، وخسرنا من مين؟ خسرنا من مين؟ من مين يا جماعه؟ حد يقول لي. خسرنا من بايرن ميونخ. اه طبعا الناس كان عندها تطلعات، لان هو ده جمهور الاهلي وهم دول لعيبه الاهلي. عندنا تطلعات دايما، وعايزين نكسب، وعايزين 1 و2 و3 و4 و10. لو اقدر اعمل كده هعمل. هذه هي كره القدم. فالحقيقه كل اللي بيحصل، اللي انا شايفه من امبارح طبعا، من بعض من لا يشجع النادي الاهلي وكل كلامهم بهذه الطريقه، عايزين يحبطوا الفريق ويصدروا الاحباط للفريق قبل مباراه يوم الخميس اللي جاي. لا لا لا، مش هتعرف تعمل كده، لان انا عندي جمهور نادي الاهلي، عنده جمهور زي ما حضراتكم شايفين كده، وزي ما بتعملوا دايما، المسانده، زعلانين ومتضايقين ان هناك بعض السلبيات. لا، هنتكلم في السلبيات وهنقول ايه هي السلبيات اللي حصلت من وجهه نظرنا ومن وجهه نظر الجمهور. لكن احنا عندنا جمهور بيفرق كتير جدا عن جمهور العالم، ومش انا اللي بقول ده، مولر ونوير وفليك، كل الناس اللي بتتكلم، وحضراتكم قريتوا التصريحات بتاعه اللاعبين الكبار اللي موجودين في النادي بايرن ميونخ، والصور اللي محطوطه على الفيسبوك وعلى الستوري بتاع الانستجرام، وحاجه جميله جدا ما بين مايكل نوير ومحمد الشناوي، ما بين كهربا ومولر، ما بين بقيه اللاعبين. محمد شريف نازل بيقول بشكر احسن لعيب في العالم علشان اداني التيشيرت بتاعه. حاجه جميله، لعب مع الكبار، هو ده اللعب مع الكبار. ياسر ابراهيم مع مولر، ياسر هو ده اللعب مع الكبار. انا عارف ان في ناس محروقه جدا من اللي بيحصل، وفي ناس زعلانه جدا من اللي بيحصل، ولكن انت كل همك ده. توماس مولر طبعا بيتكلم بيشكر الاهلي واللي حصل في السيمي فاينل، وبيقول وقت جميل جدا قضيناه واحنا في السيمي فاينل، وبيشكر كل جمهور النادي الاهلي وبيشكر كل اللاعبين، وحاجه جميله جدا. بصوا على الكبار، بصوا على العمالقه لما بيتقابلوا بيعملوا ايه. عندنا سلبيه، كل شويه هقول هذه الكلمه علشان يعني في ناس برضو بتتكلم في الموضوع ده. يا جماعه السلبيات موجوده، مفيش حد ما عندوش سلبيات، ولكن هو مين اللي مشير الصوره دي؟ مايكل نوير، اعظم حارس مرمى في العالم، هو اللي مشير الصوره دي مع محمد الشناوي، مانويل نوير. فالحقيقه حتى الاسم الواحد بيغلط فيه من كتر ما هو يعني حماسي جدا. يعني مانويل نوير واحد من افضل حراس العالم، ومشير الصوره مع نجمنا الكبير محمد الشناوي. والكاف برضو كان بيعلق على اداء النادي الاهلي، اداء جيد من الاهلي ممثل افريقيا في مواجهه البايرن في كاس العالم للانديه. القاره السمراء تفتخر بكم، القاره السمراء تفتخر بكم. هل قالوا ده؟ والله ده اصله اداء عالمي واداء، لا طبعا محدش يقدر يقول الكلام ده يا جماعه، واحنا ما عندناش ادنى مشكله ان احنا نسمع التحليل او الاداء او انتقاد معين في نواحي فنيه. زي ما قلت لحضراتكم ما عنديش اي مشكله في هذا الكلام، ولكن ان تصل الى التطاول والغلط والتريقه والتحفيل. احنا على فكره لو كتبنا بس كلمه تاني، هقولها تاني، لو كتبنا بس كلمه تحفيل وتريقه هيطلع اسم نادي، هنقعد نتريق ونحفل 10 سنين قدام. فما تخلوناش يا جماعه نصل الى هذه المرحله ونصل الى هذه الدرجه. حلل زي ما انت عايز، وقول اداء فني وحش، اداء فني كويس، والله اسلام كان وحش، اسلام كان كويس، زي ما انت عايز. لكن
يعني ان انت تخش في كلام لا يصح، مش من المفترض ان احنا نسمع هذا الكلام، ولكن المساندة النهاردة وبكرة ان شاء الله هنفضل وده شغلنا. بالمناسبة انا شغلي ان انا اساند النادي الاهلي، انا بشتغل في قناة الاهلي مش بشتغل في قناة تانية، انا بشتغل في قناة النادي الاهلي، فلازم اساند النادي الاهلي، ولو بره قناة الاهلي هساند النادي الاهلي، وثلاث واربع دول هيبقى انا متأكد، انا معرفش طبعا ايه اللي هيحصل، ولكن من خبرة كبيرة مع جمهور النادي الاهلي انا متأكد وعارف ان اعظم شيء في الكون وفي الدنيا كلها هو جمهور الاهلي اللي هيقف ورا فرقته النهاردة وبكرة. هو ده الكلام، وهو ده اللي انا عارفه، وهو ده اللي دايما كنت بشوفه في الملعب وبره الملعب. الماتش خلص، الماتش خلص، انتهى انتهى خلاص. البايرن لعب وكسب ووصل عفوا للمباراه النهائيه وخلاص، والموضوع انتهى. خلينا بقى نبص في المباراه اللي جايه، صفحه واتقفلت. هنتكلم النهارده عن السلبيات والايجابيات وايه اللي حصل وكذا وكذا، ولكن صفحه واتقفلت. خلينا بقى نفكر في مباراه يوم الخميس. انا عايز الفريق ده ياخد تالت العالم، كلنا كأهلاوي، انا بتكلم كأهلاوي دلوقتي، سيبكم الورق والمذيع والكلام ده، لا انا بتكلم كأهلاوي، انا عايز الفريق يكسب يوم يوم الخميس اللي جاي. هو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي احنا بننتظره من لاعيبه النادي الاهلي ومن الاداره الفنيه المتواجده في النادي الاهلي، بيتسو موسيماني وجهازه المعاون. حاجه جميله جدا وحاجه محترمه اللي احنا شفناها، بعيدا عن النواحي الفنيه بقى، حاجه جميله جدا وحاجه محترمه. شوفوا تصريحات الكبار، مين اللي هيصرح ومين اللي هيقول؟ هل هو حد مصري؟ مع احترامنا طبعا، ولكن هو حد او مجموعه من اللاعبين اتكلموا. شوفوا ازاي بيتكلموا على النادي الاهلي. ماسكرانو، عارفين ماسكرانو مين؟ ولا خافيير ماسكرانو، واحد من افضل اللاعبين في الارجنتين في العالم كله الحقيقه. قال ايه؟ الاهلي ترك انطباعا مستداما عن تطور كره القدم المصريه بما قدمه امام او ضد بايرن ميونخ. هل ده كلام تطبيل؟ هل هو كان مطالب ان هو يطبل قدام عشان النادي الاهلي؟ لا طبعا. قال خافيير ماسكرانو نجم برشلونه ومنتخب الارجنتين السابق ان النادي الاهلي، هنيجي الكاكا دلوقتي، ان النادي الاهلي ترك انطباعا مستداما عن تطور كره القدم المصريه بما قدمه امام بايرن ميونخ. ورد ماسكرانو عن سؤال متى تجابه الانديه والكره المصريه نظيرته الاوروبيه، من جهتي، الراجل بيقول ايه بقى؟ من جهتي وفي حالتي كنت منبهرا، خاصه ضد بايرن ميونخ لانهم كانوا يواجهون خصما عملاقا، خصما عملاقا. فده ماسكرانو، واحد من اهم وافضل اللاعبين في العالم كله. بلاش يا عم ماسكرانو ده، ماسكرانو ده بيطبل للنادي الاهلي. خلينا نخش على التاني، خلينا نخش على كاكا. في حد ما يعرفش كاكا ولا ايه؟ ها كاكا قال ايه؟ بعدما شاهدت الاهلي، صلاح ليس الاستثناء في تطور الكره المصريه، وتهنئة لمصر بالكامل. طبل يا عم كاكا انت كمان، ما هو اصل خافيير ماسكرانو صاحب مش عارف صاحب مين، فطلع يخبط يطبل للنادي الاهلي. طبعا ده الكلام اللي هيتقال من الناس اللي حضراتكم عارفينهم، اللي ما عندهمش كلام يقولوه غير كده. لكن ان انت تسعد وتبقى فخور، حتى سيبك انا ما بتكلمش على الاداء الفني، مره تانية تسعد وتبقى فخور ان عندك نادي العالم كله بيتكلم عنه بالشكل ده، وكبار لاعبي العالم يتكلموا عنه بالشكل ده. لو نادي تاني انا كنت هبقى مبسوط على فكره، كمصري كنت هبقى مبسوط، ولكن انا عارف النفسيات وعارف اللي جوه الواحد، فانا بوري حضراتكم واحده واحده. مين تاني؟ خوليو سيزار، واحد من اهم اللاعبين في العالم. الاهلي مثال يحتذى به لكل الانديه المصريه ورساله اليه. طبعا واحد من نجم حراسة مرمى البرازيل وإنتر ميلان قال النادي الأهلي مثال يحتذى به لكل فرق الدوري المصري لأنه لم يتأهل صدفة لكأس العالم ست مرات. وأيضا مولر قال إيه؟ الأهلي مثل بايرن في مصر، نطمح للسداسية التاريخية. تخيلوا حضراتكم إن كل الناس اللي بتتكلم، أنا كأهلاوي سعيد جدا وفخور جدا باللي أنا بشوفه. فخور جدا بأن الصحف العالمية
بتتكلم عن النادي الأهلي بهذا الشكل، وإن اللاعبين العالميين الكبار بيتكلموا عن النادي الأهلي بهذا الشكل، وحضرتك طلعت تتريق وطلع تحفل، حفل براحتك واتريق براحتك، ولكن أنت في النهاية آخرك إيه؟ آخرك القطر المصري. مش عارف إيه اللي بيحصل بره، مش عارف إيه اللي بيحصل بره. معلش أنا هعذرك، أنا دايما هعذرك وهقول حاول تهدى وحاول تفكر وحاول تاخد نفسك وتعرف ان النادي الاهلي شرفك، شرفك بشكل كبير جدا جدا من اول وصوله الى ارض المونديال وحتى الان. وزي ما قلت لكم دايما جمهور الاهلي في حته مختلفه، انا متاكد، واللي بشوفه على صفحتي وعلى الصفحات المختلفه للاعبين على السوشيال ميديا كل المسانده وكل الدعم للاعبين خلال النهارده وبكره ان شاء الله، علشان نقدر نكسب مباراه يوم الخميس. نقدر نكسب؟ اه ان شاء الله نقدر نكسب. لا قدر الله ممكن يحصل حاجه تانية، ممكن نتغلب. على فكره كره القدم زي ما قلت لكم مكسب وخساره وتعادل، كل حاجه ممكن تحصل في كره القدم. ولكن انا هنا مش انا لوحدي، وحضراتكم كجمهور انا متاكد دوركم ان انتوا تساندوا النادي الاهلي يوم الثلاث والاربع، لان ده دايما اللي احنا بنشوفه من جمهور الاهلي العظيم خلال عمر طويل جدا، اكتر من الواحد من ساعه ما اتولد وهو بيشجع النادي الاهلي دايما بيسمع كلمه واحده بس، عظمة جمهور النادي الأهلي، أو الفرق ما بين جمهور النادي الأهلي وأي جمهور تاني بيبان في مثل هذه الأوقات. خلينا بقى نروح لزميلنا المتألق أمير هشام يقول لنا برضو ماذا يحدث في أرض المونديال مع بعثة النادي الأهلي. نطمن على علي معلول، نطمن على بقية اللاعبين اللي موجودين، نشوف أخبار البعثة لبعثة النادي الأهلي المتواجدة في أرض المونديال. يا أمير أخبارك إيه؟ طبعا هارد لك امبارح عن على هذه الهزيمة، قول لنا بقى إيه اللي بيحصل في تمرين النادي الاهلي النهارده، واخبار البعثه ايه واللاعبين وروحهم المعنويه والكلام ده كله، او النهارده راحه ما فيش تمرين، يعني احكي لنا برضو عن اجواء البعثه وما يحدث خلال اليوم النهارده او منذ نهايه مباراه امبارح لغايه النهارده. يا مساء الفل عليك يا كابتن اسلام، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، ودايما في الحقيقه متالق كده، كلام مهم. انا سامع كل الكلام اللي انت قلته في الحقيقه من دقيقتين ثلاثه كده، كلام مهم جدا في توقيت مهم. وانا عايز اقول لك على حاجه كابتن اسلام برضو، يعني كون ان لعيبه النادي الاهلي بعد المباراه اشوفهم امبارح ان هم زعلانين ان هم ما وصلوش النهائي، حتى لو على حساب بايرن ميونخ، فدي حاجه ما تلاقيهاش غير في النادي الاهلي يعني. فامر كان لفت نظري جدا، لعيبه النادي الاهلي كانت زعلانه، ما كانتش يعني بتقول كويس ان احنا خسرنا مثلا اتنين بس من بطل العالم، افضل فريق في العالم وافضل جير لبايرن ميونخ تقريبا، يعني بايرن ميونخ تاهل 2013 لكاس العالم، كنا احنا موجودين في البطوله دي. بس كان جيل مختلف، كان ممكن لو قابلناهم ساعتها كان يبقى في يعني في منافسه اقوى، لكن هم دلوقتي عندهم عناصر مش طبيعيه، فرقه تقيله جدا جدا، ومع ذلك النادي الاهلي قدم مباراه جيده. لكن فعلا اللي لفت نظري هو يعني حزن البعثه وحزن لاعبي النادي الاهلي على الخروج او على عدم التاهل لنهائي كاس العالم للانديه. انا عايز برضو اديك مثل يا كابتن اسلام، وانت عشت التجربه دي، ودي جزئيه مهمه جدا. انت لما تاهلت مع النادي الاهلي لاول مره لكاس العالم للانديه في 2005، نعم، هل المشاركه بتاعت 2005 كانت زي المشاركه بتاعت 2006؟ اطلاقا. انا قلت كده في البدايه على فكره، ما فيش خبرات البطوله، ان 2005 كانت بداية سيئة جدا، ولكن في 2006 كلنا كلاعبين ومع مساندة الجمهور ومع مساندة مجلس الإدارة في الوقت ده رجعنا وخدنا بطولة أفريقيا ووصلنا لثالث العالم. بالظبط، خدتوا خبرات من المشاركة الأولى. بالظبط. خليني بقى أكد إن دلوقتي الجيل اللي موجود دلوقتي أول مشاركة ليه في كأس العالم في تاريخه بالنسبه للجيل الحالي من فريق النادي الاهلي، فبالتالي هم خدوا خبرات في المشاركه دي عشان باذن الله تعالى لما يكسبوا بطوله افريقيا الموسم الجديد ده ويروحوا لكاس العالم للانديه يكون فيه افضل كمان من كده. طموح الاهلي بلا حدود وطموح جماهيره بلا حدود، هم الناس اكيد عايزين ان احنا نوصل نهائي كاس عالم، كلنا نفسنا الاهلي يوصل نهائي كاس عالم، تبقى خطوه، ليه لا ما نفوز بالبطوله؟ اكيد هيبقى عندنا شغل كتير على ان احنا نوصل للهدف ده، الناس هتبقى عايزه تعمل كده في النادي الاهلي، المسؤولين مركزين، مجلس الاداره الحالي سواء هو موجود مش موجود اللي قبله اللي بعده اي حد، أيوه. ثقافه وعقليه النادي الاهلي كده انك بتفكر دايما في اي بطوله انت هتشارك فيها. ففي كل الاحوال يعني هارد لك لكل جماهير النادي الاهلي، القادم افضل باذن الله، والقادم في الحقيقه هي مباراه بالميرا
بالميراس البرازيلي، مباراه بطوله في كل الاحوال. الاهلي عايز يكسب الماتش ده علشان يرجع بالميداليه البرونزيه لمصر باذن الله يوم الجمعه. الكل مركز جدا، وبرده كان كلام اللعيبه امبارح كابتن اسلام بعد المباراه، احنا البطوله بالنسبه لنا ما خلصتش، احنا عايزين نجيب المركز الثالث. وارد ان انت تكسب، وارد ان انت تخسر بالمناسبه، فالميراس مش فريق ضعيف، وكان جاي على اساس انه هيلعب نهائي كاس عالم، خسر فهيلعب على الثالث والرابع، فبالتالي عنده دوافع كبيره جدا ان هو عايز يغير الصوره اللي كان عليها في المباراه الاولى، فهتبقى المنافسه غايه في الصعوبه. لكن باذن الله لاعبي النادي الاهلي قد هذه المنافسه، وباذن الله يقدروا يرجعوا بالميداليه البرونزيه. النهارده طبعا كابتن اسلام ما كانش فيه تدريبات خالص، استرخاء، نوع من انواع الاسترخاء بالنسبه للاعبين بشكل كامل بعد المجهود البدني الكبير اللي كان عليه الفريق بالكامل على مدار الايام السابقه كلها في المونديال، وبالتحديد مباراه الامس امام بطل اوروبا بايرن ميونخ. فبالتالي ما كانش في اي نوع من انواع يعني محاضرات او التدريبات، كلها عباره عن بعض التدريبات الاستشفائيه في صاله الجيم لبعض اللاعبين، ليس الا مفيش اي حاجه تاني خالص. الامور ماشيه بشكل جيد. بكره ان شاء الله الاهلي عنده برنامج طويل شويه، او يعني بعض اعضاء البعثه بالتحديد بدايه من الصبح، والاجتماع الفني الساعه 10 ما بين الاهلي وبالميراس، وبالتنسيق طبعا مع الاتحاد الدولي للاستقرار عن كل الجوانب اللي بتتعلق بمباراه يوم الخميس باذن الله. بعديها هيكون في المسحه النهائيه للمباراه، واللي تحت اشراف الفيفا هتكون الساعه 12 الظهر، الساعه 1:30 مؤتمر صحفي لمستر بيتسو موسيماني ومحمد الشناوي، الساعه 3:30 العصر هيبقى المران الاهلي الوحيد قبل مباراه بالميراس، واللي هيستعد من خلاله لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني لهذه المباراه. واكيد هيبقى في محاضره عقب المران ده، لان في الحقيقه مستر بيتسو موسيماني هيخلص المؤتمر الصحفي هو ومحمد الشناوي، يطلعوا مباشره على ملاعب التدريبات الساعه 3:30 عشان ينطلق مران النادي الاهلي استعدادا لمباراه الخميس. فبالتالي المحاضره هتبقى بالليل، هيتكلم فيها مستر بيتسو موسيماني في عدد من النقاط. خليني اقول لك النهارده مستر بيتسو كان بيتابع عدد كبير من لقطات الفيديو الخاصه بالفريق البرازيلي، بالنسبه له هو الجهاز الفني تابعوا اللقطات دي كلها، وبكره يتم عرض بعض نقاط القوة والضعف بالنسبة لهذا الفريق على لاعبي النادي الأهلي. ده فيما يتعلق ببرنامج لو تقدر تطمنا برضه على علي معلول، لأنه امبارح خرج زي ما وكل جمهور الأهلي ينتظر الحقيقة أمير هشام في هذا الموضوع تحديدا. علي معلول وأخباره، هل سيلحق بمباراة بعد غد ولا لا؟ علي معلول ما نقدرش نحسم دلوقتي هل هيلحق ولا مش هيلحق، بكره ممكن نقدر نحسم بنسبه كبيره. ده ليه؟ لان اتعمل له اشعه سونار، اشعه السونار بينت ان الاصابه مش كبيره قوي، الشد مش قوي جدا، عباره عن كرامب في العضله الخلفيه. لكن حتى الان يا كابتن اسلام وانا متابع الحاله بتاعت علي معلول لحظه بلحظه، ما فيش اي تطور ايجابي في حاله اللاعب. منتظرين ان شاء الله يكون في تطورات ايجابيه، وده هيبان اكتر بكره. لكن لغايه اللحظه دي برضو اللي انا بكلمك فيها، فرص لحق علي معلول بالمباراه اضعف من فرص عدم. طيب ده بالنسبه لعلي معلول، ان شاء الله نتمنى له ان هو نتمنى له ان هو يشفى ويرجع باذن الله في المباراه. ان شاء الله. بالنسبه للشحات وكهرباء، من القلب للقلب، واحنا بنسال انا قبل ما اسال انت بترد. اللجنه ايوه بالظبط. حسين الشحات وكهربا طبعا اللجنه المنظمه يعني خدت قرار ان يتم عزلهم في الغرف الخاصه بهم في مقر اقامه النادي الاهلي بعد ما اخترقوا الفقاعه الطبيه المخصصه بالنسبه للبعثه. نعم. لتواجدهم في مكان او بالقرب من جماهير النادي الاهلي، فبالتالي يعني قالوا لازم يبقى في عزل بالنسبه لهم، بعد كده تعمل لهم مسحه. المسحه فعلا اتعملت النهارده الصبح، لسه لحد اللحظه دي وقبل ما اطلع معاك الهواء كنت عمال اسال على نتيجه المسحه، لسه ما طلعتش بشكل رسمي خالص. هي باذن الله هتطلع سلبيه، لان كل المتواجدين في الملعب امبارح ما بيروحوش الملعب غير ومسحتهم سلبيه، لازم بيعملوا بي سي ار وبعد كده المسحه تطلع سلبيه عشان بتبقى معاهم في التيكت بتاعه المباراه يعني. لكن ده اجراء احترازي من قبل اللجنه المنظمه، وكان لازم ان هم يقوموا بيه في الحقيقه. بالمناسبه كابتن اسلام، فريق بايرن امبارح اتعاقب من قبل اللجنه المنظمه، وده بسبب ان هم
اتاخروا في النزول لاجراء عمليات الاحماء قبل المباراه. طبعا بيبقى متفق على كل المواعيد دي في الاجتماع الفني، لكن البايرن ما التزموش بالجزئيه دي، فبالتالي اللجنه المنظمه قررت ان هي توقع عليهم عقوبه. مش عارف طبيعه العقوبه ايه لحد دلوقتي، ما تبلغناش بيها او ما عرفناهاش، لكن في عقوبه على البايرن بسبب يعني ان هم ما التزموش ببعض التعليمات اللي كان لازم يلتزموا بها. ده فيما يتعلق بكل الامور وكل الكواليس. خليني اقول لك ان الحماس كبير جدا على وجوه اللاعبين هنا في مقر الاقامه لما بنقابلهم في اي وقت هنا. احنا كلنا قاعدين في الفندق طبعا، ما فيش خروج اطلاقا، لما كان في تمرين بس هو الحاجه المتنفس الوحيد يعني بالنسبه لنا. لكن اللي عاجبني ان هم عندهم اصرار ان هم باذن الله يكسبوا بالميرس، وان شاء الله يرجعوا بالميداليه البرونزيه باذن الله للقاهره. انا معاك لو اي استفسار اتفضل كابتن اسلام. لا انا بس يعني اذا النهارده يوم هادئ جدا، و كل اللاعبين مركزين وهم في اوضهم، مفيش نزول كتير، مفيش خروج كتير النهارده، او مفيش خروج خالص يعني، غير ما بين اللاعبين بينهم وبين بعض، والكل مركز بالزبط في مباراه يوم الخميس القادم. وزي ما انت قلت يا امير، وزي ما دايما احنا بنقول، ان كره القدم فيها ثلاث نتائج: المكسب والتعادل والهزيمه. كره القدم وارد جدا ان يحصل فيها كل شيء. زي ما انت قلت برضو ان بالميرس عنده دوافع كبيرة جدا، ان هو كان جاي يلعب على النهائي فخسر من اونال المكسيكي، وبالتالي هو دلوقتي عنده دافع كبير جدا ان هو يحقق اي ميدالية، وبالتالي هتبقى مباراة صعبة جدا بين الفريقين يوم الخميس القادم. ولكن جمهور لعيبة النادي الاهلي ان شاء الله يقدروا بالكلام اللي انت بتقوله والحماسة والتركيز اللي انت شايفهم، اعتقد ان شاء الله ان النادي الاهلي يستطيع ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. مستر بيتسو موسيماني كمان كان ليه بعض الكلمات مع لاعبيه، ويعني قال لهم هارد لك على المباراه بالامس، المهم ان احنا دايما نفكر في اللي جاي. بالمناسبه دي اول هزيمه لمستر بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي من ساعه ما جه، ولما تكون اول هزيمه قدام البايرن فبرضه يعني حاجه تحسب لمستر بيتسو موسيماني على مدار مباريات سابقه. طبعا فاتت كتير، قدر ان هو يعني كسب عدد كبير جدا مباريات، اعتقد اتعادل اربع مباريات بس مع النادي الاهلي من ساعه ما جه، فده معناه ان هو مدرب جيد وعلى قد طموح النادي الاهلي وجماهيره. لكن وارد جدا، هي كره القدم، الاهلي يكسب ماتش لا قدر الله يخسر او حاجه، دي امور طبيعيه طبعا. وخصوصا ان انت، ودي نقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام، احنا بنلعب في كاس عالم للانديه، احنا مش بنلعب في اي حته، مش بنلعب بطوله محليه او مش بنلعب لما الاهلي بيخسر في الدوري ولا حاجه بتبقى حاجه صعبه جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. لكن احنا بنلعب كاس عالم الانديه، الاهلي بيلعب كاس عالم الانديه، منافسه ومستوى مختلف تماما على اي مستوى تاني ممكن الاهلي كان بيشارك فيه، سواء على المستوى الافريقي او المستوى المحلي. ده طبيعي جدا، احنا وصلنا لمرحله، او الاهلي وصل لمرحله العالميه مش بس السنه دي، الاهلي بقى من 2005 وصل للمرحله دي. فباذن الله مع تراكم الخبرات للجيل الحالي ده كمان، باذن الله شكل النادي الاهلي كمان يكون افضل خلال المواسم القادمه. واحنا عندنا ثقه كبيره جدا سواء في الجهاز الفني او اللاعبين، وقبليهم كمان جماهير النادي الاهلي اللي دايما ورا الفريق في الحلوه وفي المره زي ما احنا متعودين يعني. في الحلوة وفي المرة. خلينا نختم بالكلام الجميل ده، أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا المتألق أمير هشام، حقيقة وكلام هام جدا من أرض المونديال وبعثة النادي الأهلي النهاردة. زي ما حضراتكم سمعتوا من أمير، يوم هادئ ويوم كله تركيز وكله حماسة فيما هو قادم، فيما هو قادم. عندنا مباراة يوم الخميس، كل التركيز في هذه المباراة. زي والله الواحد بيسمع حاجات غريبة جدا، أحد الأساتذة كان بيتكلم على ان النادي الاهلي لازم يكسب فريق بالميراس او يكون ما عملش حاجه. تخيلوا حضراتكم ان في ناس بتفكر بالعقليه دي. تخيل حضرتك ان لمجرد ان هو بيغيظ جمهور الاهلي، بيغيظ بس مش عشان حاجه، بيغيظ بس جمهور الاهلي، طلع يقول لك اصل لو الاهلي اتغلب يوم الخميس هتبقى. طبعا على فكره جمهور النادي الاهلي، لو حضرتك ما تعرفش، جمهور النادي الاهلي حزين جدا من هزيمته امام بايرن ميونخ، حزين جدا، حزين حزين حزين. على الاقل جمهور النادي الاهلي قاعد في بيته وقاعد قدام التلفزيون وبيشرب كوبايه الشاي وبيتفرج على فريقه بيلعب في مونديال الانديه. دي على يعني ده رد بسيط جدا، انا بلعب في مونديال الانديه، حضرتك فين؟ وانا لو فريقي كان بيلعب كان عمل اداء هجومي، اداء هجومي على مين؟ ما انت كنت عملته وكنت كسبت بطوله افريقيا مثلا يعني، اي حد بيتكلم في هذا الاطار. اداء هجومي على مين؟ معلش انا دايما بعذر هؤلاء، لانه في الاول وفي الاخر ما تعرفش يعني ايه مونديال الانديه. مهم جدا
الكلام ده انا مش بقوله والله، انا بتكلم بجد. الخبره مهمه جدا، فانت ما تعرفش يعني ايه مونديال الانديه، ما تعرفش يعني ايه نادي يلعب ضد بايرن ميونخ، ما تعرفش نادي يلعب ضد بالميراس يعني ايه، نادي يلعب ضد انترناسيونال، النادي يلعب ضد كلاب امريكا، نادي يلعب ضد كذا، نادي ما تعرفوش الكلام ده. الكلام ده صعب عليك لما توصل له نبتدي نتكلم، ولا مش لما توصله، ما توصله ست مرات نبتدي نتكلم. طيب خلينا بقى من النقطه دي تحديدا هنطلق الى حاجه ثانيه. يا سمير لو سمحت، في هجيب لحضراتكم اسم تصنيف انديه العالم، تصنيف انديه العالم من موقع فوتبول داتابيز. هل انا اللي بقول الكلام ده ولا حد تاني؟ مش انا، موقع عالمي بيقول ايه، فوتبول داتابيز بيقول ان بايرن ميونخ في المركز الاول، بايرن ميونخ في المركز الاول اللي هو الفرقه اللي كانت بتلعبنا امبارح دي بالمناسبه، يعني للاساتذه اللي كانوا بيتكلموا. طيب مين رقم 36؟ مين؟ النادي الاهلي المصري. المهم انا مش عايز اللي بعد كده، اللي بعد كده قعدت ادور كتير قوي، نزلت لغايه 100 مش لاقي ولا نادي مصري. تخيلوا حضراتكم، قعدت انزل لغايه 100 كده، 39 40 41 99 100 مش لاقي. فين وفين؟ اهو انا لسه شايفها دلوقتي والله، ما شفتهاش قبل كده. ف يعني حضرتك بتتكلم في ايه؟ حضرتك بتتكلم. قعدت ادور كده بعد ال 36 37 ممكن، 38 ممكن، انا عارف دايما النادي الاهلي هو اللي بيبقى في الصداره، في الصداره العربيه يعني والمصريه. فطبعا قعدت 37 38 قلت طب بعيد شويه في الستينات، ده بصيت في الستينات ما فيش، في الثمانينات ما فيش، في التسعينات ما فيش، في 110 ما فيش، 120 ما فيش. يا جماعه حضراتكم بتتكلموا في ايه؟ حضراتكم بتتكلموا في ايه؟ وعلى فكره الموقع ده انا مش جايبه من جيبي، مش مطلع حاطط ايدي في جيبي كده وجايب الموقع ومديهول، لا هو ده موقع عالمي موجود، حضرتك ممكن تكتب كده وتشوف وتشوف الكلام اللي مكتوب في الموقع ايه. اعمل سيرش عليه وهتلاقيه، زي ما انا كنت بعمل سيرش على التحفيل اللي في الاول هيطلع اسم ناديك بس، مش هيطلع حاجه ثانيه. طيب خلينا نروح ل السؤال اللي عندنا النهارده. سؤالنا النهارده مين افضل او من افضل لاعب من الاهلي امام بايرن ميونخ؟ من هو افضل لاعب من النادي الاهلي من وجهه نظرك امام بايرن ميونخ؟ محمد هاني هانز فليك اتكلم عنه بشكل جيد جدا في المؤتمر الصحفي، وقال ان هو لاعب جيد جدا. وشوفوا الاحترام والادب من الرجل المدير الفني، قال لك انا مش عايز اقول ان هو سهل ان هو يلعب في اوروبا لان هو بيلعب في النادي الاهلي. هذا هو الاحترام ما بين الكبار، يعني لو حد عايز يفهم ويبص يبص على هذا الاحترام. المدير الفني بيتكلم ازاي بمنتهى الشياكه وبمنتهى الاحترام، قال لك لا انا مش هقدر اقول يلعب في اوروبا لان بيلعب في النادي الاهلي. هذا هو الاحترام، وهذا هو الفارق ما بين الكبار وغير الكبار. ده سؤالنا في على السوشيال ميديا النهارده. وبالمناسبه برضو النهارده كابتن خطيب، طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي، الخطيب يوجه الشكر لرومانيجا ويهنئ بايرن بنجاحاته الكبيره. الكبار لما بيتكلموا دايما، لما بتلاقي اتنين كبار بيتكلموا، لما واحد يقول الاول شكرا، تلاقي التاني بيرد عليه وبيقول له شكرا برضه. فبما ان رئيس مجلس او رئيس نادي بايرن ميونخ بيتكلم واتكلم عن النادي الاهلي بمنتهى الاحترام والادب، واتكلم على النادي الكابتن خطيب بمنتهى الاحترام طبعا لان دي ناس محترمه ومؤدبه وناس كبيره، مش هقول اكتر من كده. فالكابتن خطيب وجه رساله او وجه كلام خليني اقوله لحضراتكم واحده واحده. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي التحيه لاسطوره كره القدم الالمانيه والرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ كارل هاينز رومانيجي، مؤكدا تقديره الشخصي والنادي الاهلي لبطل اوروبا وتعامله الراقي. وهنأ الخطيب بطل المانيا وجماهيره على النجاحات الكبيره التي يحققها على كل المستويات المحليه والقاريه في وجود منظومه عمل محترفه ومحترمه. وتملك كل مقومات التفوق وعلى راسها النجم التاريخي لبايرن ميونخ رومانيجي،
الذي يعرفه جيدا ويعتز بعلاقته التي توطدت عندما قام رئيس النادي الأهلي بزيارة بطل أوروبا قبل سنوات، وشهد على نجاح منظومة العمل في بايرن التي تعمل دائما على التطوير دون سقف للطموح، والتي تم ترجمتها في الفترة الأخيرة بالألقاب المحلية والقارية التي حصدها بطل ألمانيا عن جدارة واستحقاق. كما خص بالتهنئة صديقه نجم البافاريا السابق الذي يلعب دورا كبيرا في هذه النجاحات كارل هاينز رومانيجي، والذي يتوجه إليه بخالص الشكر والمحبة على تقديره وناديه للنادي الأهلي وحديثه الراقي عن بطل إفريقيا بعد المقابلة التي جرت بين الفريقين أمس في كأس العالم للأندية. وأضاف أنه سعيد بالعلاقة المتميزة بين الأهلي وبايرن ميونخ، وتمنى كل التوفيق لبطل أوروبا في اللقاءات القادمة. آخر حاجة هقولها في هذا الموضوع، عندما يتكلم الكبار تجد لغة الاحترام هي التي تسود. عندما يتكلم الكبار تجد لغة الاحترام هي التي تسود دون أي شيء آخر. مش عايز أتكلم في هذا الأمر مرة أخرى، وزي ما قلت لحضراتكم أنا دايما هبقى رد فعل، عمري ما هبقى فعل، لأن أنا متعلم داخل النادي ده، وداخل إن عندنا مبادئ معينة بنقدر نرد من إطار من خلالها، وفي هذا الإطار عمرنا ما هنخرج من هذا الشكل للشكل اللي حضرتك عايز تخرجني ليه. طيب نروح لأخبارنا في الصحف والمواقع ونشوف الإعلام تناول مباراة أمس إزاي. أول خبر معنا من كيكر الألمانية، ليفاندوفسكي يقود بايرن لنهائي كأس العالم. ذا سان، ليفاندوفسكي يقود البايرن إلى النهائي. من يلا كورا، نوير الشناوي ينتظر مستقبل كبير ونطمح لتحقيق السداسية. أما الموقع الرسمي لنادي البايرن، البايرن يتجاوز الأهلي إلى نهائي كأس العالم للأندية، وبالفعل نادي كبير ويستحق. ومن يورو سبورت، بايرن ميونخ يفوز على الأهلي ويصعد لمقابلة تيجرز أونال في النهائي. من بي بي سي، ليفاندوفسكي يطلق بايرن ميونخ إلى النهائي. سبوكس الألمانية، بايرن ميونخ يفوز على الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية. دويتش فيلا الألمانية أيضا، كأس العالم للأندية، بايرن ميونخ يبدأ مشواره بالفوز بقيادة ليفا. أيضا من الموقع الرسمي للنادي الأهلي، تطبيقا للإجراءات الاحترازية، مسحة طبية للشحات وكهرباء، وإن شاء الله عفوا أول ما هتظهر نتيجة هذه المسحة من خلال طبعا زميلنا أمير هشام المتواجد دائما مع البعثة هيقولوا لنا دائما إيه أو إيه هي نتيجة هذه المسحة. طيب هو خبر طبعا زميلنا أمير هشام لسه قايله لنا حالا إن الفيفا أوقف النجمين حسين الشحات ومحمود كهربا عن المباراة القادمة. يعني حسين الشحات وكهربا مش هيلعبوا المباراة القادمة أمام بالميرس بسبب اختراقهم للفقاعة الطبية. ده حالا لسه زميلنا أمير هشام بيبلغنا بهذا الخبر مرة تانية، إيقاف حسين الشحات ومحمود كهربا عن المباراة القادمة بقرار من الفيفا بسبب اختراقهم للفقاعة الطبية. طيب طبعا موضوع هنشوف ايه توابع هذا الموضوع، وهتكلم فيه دايما مع حضراتكم خلال الساعتين اللي فاضلين معانا ان شاء الله، وهنتكلم اكتر عن مباراة امبارح ايه اللي حصل. زي ما قلت لحضراتكم انا ما عنديش مشكلة اطلاقا ان انا اتكلم في شيء سلبي وانتقد بمنتهى الاحترام ومنتهى الادب، ما عنديش اي مشكله ان حد يطلع حتى يتكلم ويقول هذا الكلام، ولكن ان حضرتك تتعدى اعتقد ان ده شيء دايما بعيدا عن مبادئ النادي الاهلي واخلاق النادي الاهلي، وعمرنا ما بنقبل هذا الكلام ولا هنقبل هذا الكلام. خلينا نروح طبعا كالعاده لزمايلنا اللي متواجدين معانا خلال الفتره السابقه. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ انا بيك اخبارك ايه؟ مساء الخير لكل جماهير النادي الاهلي. كله تمام؟ الحمد لله. هارد لك طبعا على مباراه امبارح، هنتكلم في هذا الموضوع طبعاً. ايضا زميلنا احمد ثابت، هارد لك يا دكتور.
اهلا بيك يا كابتن اسلام، وهارد لك طبعا لجماهير النادي الاهلي، وبصراحه انترو اكثر من رائع يعني من حضرتك. نتمنى بس ان يعني يوصل للناس اللي احنا عايزين دايما نقوله، لان احنا في النهايه احنا بنحب النادي ده، احنا مش بنشتغل هنا، احنا بنحب النادي ده وعايزين دايما النادي ده يبقى في افضل مكان ليه، وده دايما اللي هفضل هنفضل دايما نتكلم فيه. مش هتفرق معانا او واقف قدام شاشه او مش واقف قدام شاشه خالص، انا لما باجي اطلع اكلم بتكلم باللي انا شايفه من وجهه نظري، والحقيقه الحقيقه كل حاجه هنا مفتوحه تماما للي انت تتكلم فيه. فخلينا نبدا معاك يا كريم النهارده، من وجهه نظرك شفت مباراه امبارح ازاي في كلمتين؟ طبعا يعني مباراه اكيد مش النادي الاهلي ما بيلعبهاش كل شويه والانديه المصريه، فبالتالي اكيد ليها ظروف ليها حسابات مختلفه. حتى احنا هنا لما كنا بنتكلم على فنيا على نقاط ضعف بايرن ميونخ قلنا في نقطه واحده او نقطتين يعني على اقصى تقدير. فكره بس كابتن اسلام اللي انا عايز اقوله قبل ما نخش يعني في العمق الفني، اي مباراه كره قدم هي ليها جزء خاص باللاعبين وليها جزء خاص بالجهاز الفني، يعني بتتقسم طبعا. اي حد بيحب الرياضه عارف ان اي لاعب بيبذل جهد لازم تشكره عليه، خصوصا المباراه زي دي. اعتقد المفروض كاعلام مصري نفتخر ان النادي الاهلي ودانا دي المحفل ده. حضرتك في الانترو بتاعك بتستعرض كلام كاكا وماسكيرانو وخوليو سيزر بيتقبلوا النادي الاهلي برضو؟ لا لا انا عايز بس يعني في الاخر خلينا نقول كلام ذوقي، ذوق الناس ذوقيات معانا ذوق. طيب تخيل تخيل الاعلام او معظم الاعلام المفروض اللي في البلد لا هو نفس البلد، لا هو انت عارف هو مش عايزين نتكلم في الموضوع لانه انت عارف تتكلم على مين، تتكلم عن بعض من لا يشجع النادي الاهلي وبعض الاعلام الذي لا يشجع النادي الاهلي، ولكن في اعلام محترم كتير. لا وبرده اعتقد لو احنا بنحلل المباراه دي بتكلم مثلا يعني اتفضل على محمد الشناوي. محمد الشناوي امبارح عمل كحارس مرمى عمل مباراه جيده جيده، لا يصح لا يصح ان يتم السخريه منه. لا طبعا ده اول حاجه المفروض نعملها اصلا، اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم ان اي لاعب خارج بنقول له شكرا على المجهود، لسه مش هنقيمك فني بالزبط. من شقايم فني خالص لسه عليك. احنا اول حاجه هنقول لك كويس جدا ان انت فضلت 90 دقيقه بتجري قدام الناس دول، دي اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده تعالى بقى نقعد نقيم التحليل الفني والسلبيات، خصوصا ان انت مش هتلعب بالماتش الجاي، انت مش هتلعب دورتموند، احنا ما بنلعبش بوندسليجا، احنا الاسبوع الجاي مش هنلعب دورتموند، مش هنلعب هرتا برلين. يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، احنا المره احنا النادي الاهلي لاول مره في التاريخ نادي افريقي في نفس البطوله بيلاعب بطل اوروبا وبيلاعب بعديه بطل امريكا الجنوبيه، دي ما حصلتش تمام. القرعه الحقيقه يعني حظنا حصلت مع مازيمبي، لا حصلت مع مازيمبي لعبوا في السيمي فاينل اعتقد امريكا الجنوبيه كانت معكوسه، لعبوا امريكا الجنوبيه كانوا بيلعبوا اوروبا في الاخر. فاللي عايز اقوله ان احنا في اليومين دول مش هيتكرروا تاني، فمفروض نفتخر ونبقى فرحانين بيهم كميديا، انما ما ينفعش اعتقد ان احنا نحاول. انا مقابل قابل جدا من الجمهور، من الجمهور ان هو يعمل للتحفيز حقك الجمهور هو اضعف طرف في المنظومه. لا 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 بالعكس اعمل اللي انت عايزه. بالعكس لا 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 مش اضعف طرف، ده اقوى طرف. لا مش قصدي يا كابتن اسلام مش قصدي اضعف، لا اقوى طرف ومن حقه يقول كل حاجه ومن حقه يعمل كل حاجه. عارف ليه؟ نعم الجمهور ده هو احساسك واحساسي. نعم. انت طلع تقول الكلام ده او احنا انت مش مذاكر على فكره. نعم. الكلام ده انت مش لا خالص مش حافظه. لا خالص انت طالع تقول لان انت راجل بتشوف النادي الاهلي وبتحب النادي الاهلي وبتشجع النادي الاهلي. نعم. وشايف ان من حق النادي الاهلي او من لعيبه النادي الاهلي ان احنا نقول لهم شكرا زي ما. نعم. انت بتقول انما يتم السخريه اهو، انا كلامي واضح جدا، يتم السخريه من محمد الشناوي لاي سبب كان في التلفزيون، اعتقد ده امر عيب انه يحصل طبعا. ويجب ان طالما ان احنا اخترنا نكون محللين ونتكلم في الرياضه بعمق، يبقى اول حاجه بتشكر عليها اذا كنت انت اصلا مفروض يعني تمارس رياضه. كلنا انا لاعب تنس طاوله في فريق الرواب بالنادي الاهلي بمارس رياضه، فانا حتى لو بنكسب وبنلاعب ناس كتيره اول حاجه بشكره على المجهود اللي هو عمله، حاجه طبعا اي منافس، فلازم ان انت تشكر الرياضي على مجهوده، خصوصا ان هو بيلاعب فرق عليك. انت عمرك ما هتشوفها في ملعب او قدام نادي مصري غير قدام النادي الاهلي. وفي الحلقه السابقه الكابتن اسلام قال احنا بنشوفهم بس في البلاي ستيشن والتلفزيون ساعات مش ساعات على طول. طيب على الجانب الاخر برضو خلينا ناخد رايك سريعا في موضوع او هذه المباراه التاريخيه. في البدايه طبعا هارد لك لجمهور النادي الاهلي، يعني الواحد كده لما بعد الماتش زعل شويه، بعدين تيجي تفكر بعد شويه كده تلاقي نفسك بتلعب بطل اوروبا، انت في الاربعه الاولانيين على العالم، يعني انت في نص النهائي من المونديال، انت في اول اربعه على العالم، بطل اوروبا ده كمان مش اي بطل، مش واخد البطوله مثلا بضربات ركنيه ولا لا،
ده كسب 11 مباراة من 11. ده كسب برشلونة 8، كسب توتنهام 7، كسب تشيلسي 4، كسب السنة دي أتلتيكو مدريد 4، مسجل 43 هدف في 11 ماتش في البطولة، 43 هدف في 11 ماتش. ليفاندوفسكي ده لوحده جايب 15 هدف في 11 مباراة في دوري أبطال أوروبا السنة اللي فاتت. عندهم 6 خدوا كاس عالم، مولر ونوير وبواتنج مع ألمانيا 2014، توليسو وكومان وبافار مع فرنسا 2018. فرقة شرسة، فرقة يعني قوية جدا. يعني ان انت اصلا كون ان انت طموحنا وحلمنا النادي الاهلي دايما عودنا على المكسب بس، بالظبط هي دي الفكرة، ان احنا كلنا اتعودنا على المكسب بس. فانت وصلت، احنا وصلت بينا الدرجة ان احنا خلاص عايزين نبقى الاول على العالم. ده الطموح بتاعنا وده حقنا ان احنا نطمح، وحقنا ان احنا نحلم، ده حقنا ان احنا نكسب ونطمح. خلاص ما لازم نبني على كده، ما نهدمش. بمعنى ايه؟ انت وصلت دلوقتي للطب في الكوره، ان انت بتلعب بايرن ميونخ وانت على فكره الطريقه الدفاعيه اللي تلعب بيها دي، او ان انت بتدافع. في فرق لعبت طريقه دفاعيه وخسرت، اتلتيكو مدريد لعب قدام بايرن ميونخ بطريقه دفاعيه وخسر 4. فرق بالهبل، فرق العالم كلها بتلعب قدام بايرن ميونخ وبتخسر بنتائج تقيله. فدي حاجه برضو انت بتلعب. ومع ذلك الجمهور متضايق برضو ان الاهلي ما كسبش، وده والواحد متضايق برضو ان انت كلنا واقفين وكلنا مسانده، ولكن طبعا عظمه الجمهور بقى بتبان في اليومين النهارده وبكره. بس حقيقه الجمهور مش معنى كده ان احنا نهدم. بمعنى ايه؟ بالزبط. انت لازم تبني على ده. انت اول مره الجيل ده يقابل فرقه قويه او يكتسب الشخصيه دي، ان انت بتقابل فرقه. يا اخي قابلوا فرقه قبل كده قويه يا اخي؟ لا تقولش كده. فرقه يعني قوية. فرقه اللي هي عالميه، فرقه بالحجم ده. فانت بتكتسب خبرات، تكتسب خبرات الفرقه العالميه دي حاجه مهمه جدا. لكن بصراحه في ناس كانت مستنيانا نخسر 6، بس مش احنا بس اللي بنخسر، يعني مش احنا اللي هنخسر 6، ناس تانية اللي بتخسر 6. فهم لما خسرناش 6 زعلوا. بس هو ده ملخص الموضوع. في ناس كانت مستنيانا نخسر 6، بس مش احنا اللي بنخسر 6. كان مناسب النهارده ان احنا نعمل التقرير، بس النهارده عندنا تقرير اخر في رقم اخر، رقم 10. ماذا تعني كلمه او رقم 10 بالنسبه لمونديال الانديه؟ نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل النواحي الفنيه في مباراه امبارح الاهلي امام بايرن ميونخ. بتقولوا ايه؟ الاهلي بيلاقي بايرن ميونخ، او لاقى بايرن ميونخ واتغلب طبعا 2-0 زي ما حضراتكم عارفين في مباراه النصف النهائي في بطوله العالم للانديه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه قبل ما اتكلم او نبدا بالكلام عن مباراه امبارح ما بين الاهلي وبايرن ميونخ، هذه المباراه التاريخيه، وهفضل اقول هذا الكلام دائما. عايز برضه اسالك يا كريم، انت واحمد، بما اننا بنتكلم عن الاحصاءات والارقام، موقع فوتبول داتابيز واحد من المواقع الكبيره في عالم كره القدم، اتكلم عن ان النادي بايرن ميونخ رقم 1 في العالم ما بين افضل انديه العالم، ثم النادي الاهلي رقم 36. انا شفت لغايه 100 ما لقيتش، مش عارف بقى الباقي ايه. هو طبعا التصنيفات بتبقى تصنيفات تراكميه، بمعنى ان اي مؤسسه بتيجي تعمل تصنيف بتعمل تصنيف بناء على البطولات اللي انت شاركت فيها، ومش معنى بس انت خدت مركز اول، لا، بيبقى تراكمي، بتجمع عدد من النقاط، والعدد النقاط ده بيقعد يعني يحسب لك عدد السنوات اللي انت لعبت فيها في البطولات القاريه، واكيد طبعا المحليه، لكن اكيد البطولات القاريه بيبقى النقط فيها اعلى من النقاط المحليه. اتفضل. هنا حتى لو خدت مركز ثاني بيتحسب عليك، او مركز ثالث بيحسب لك نقاط. طبعا طبعا طبعا، اي تصنيف يجب ان يكون تصنيف تراكمي، وعشان كده بسبب التصنيف التراكمي النادي الاهلي خد نادي القرن. في انا سالتك السؤال ده عشان كده. طب احنا بنوضح النادي الاهلي خد نادي القرن بسبب التصنيف التراكمي سنه، والتصنيف بتاع النادي القرن كان معلن من سنه 94، يعني قبل ما يعلن بقى رسمي في سنه 2000، يعني قبلها بست سنين، والست سنين دول النادي الاهلي ما شاركش، يعني كان ساعتها الكابتن راحل صالح سليم كان خد قرار بعدم المشاركه طبعا بعد الفضيحه التحكيميه اللي حصلت من ماتابيلا في ماتش السوبر 94. فتاني اي تصنيف هو تصنيف تراكمي، وحتى النهارده الكاف هو بيحدد تصنيف الانديه اللي بتلعب في دور المجموعات والكل موافق عليه والكل راضي بيه، هو تصنيف تراكمي، نفس التصنيف اللي مشي عليه في نادي القرن. وبالتالي التصنيف العالمي اكيد هتلاقي النادي الاهلي متقدم بكتير في هذا التصنيف. ليه؟ لان تراكميا سنه 2005 بدا اسم النادي الاهلي ياخد نقاط عالميه، بتلعب في كاس العالم للانديه، وبالتالي النقاط اللي تاخدها في البطوله دي هيبقى اكتر كمان من النقاط اللي ممكن تاخدها في دوري الابطال لمجرد بس ان انت شاركته. حتى ربما بعض الناس يقول لك النادي الاهلي بيخسر مباريات كتيره في كاس عاديه، النادي الاهلي بيخسر
انه بيشارك كتير. هو بيخسر كتير. ليه بيخسر ليه؟ نسبة تناسب عشان بيشارك كتير. لا بيخسر واحدة واحدة. واحدة واحدة. نعم. بيخسر ليه؟ عشان بيشارك كتير. طيب. بس؟ يعني أنا لو ما شاركتش خالص هتخسر مرة واحدة مش هترجع. لا مش هخسر. مش هخسر. طيب. على الجانب الآخر تصنيف مهم جدا والأرقام والتصنيفات والإحصاءات لا تكذب ولا تتجمل. طبعا على فكره النادي الاهلي كمان فيه هم اربع انديه متساويين في نفس النقاط، يعني او هم جايبين 173 نقطه توتنهام. انت عملت سيرش وجبت طيب كويس عشان يعني الناس برضو تعمل سيرش. اعملوا يا جماعه سيرش ورانا على فوتبول داتا بيس. طبعا مش لجمهور الاهلي بتكلم، على ناس تانية. تعمل ايه؟ تعمل سيرش. سيرش تكتب فوتبول داتا بيس هيطلع لها الموقع. هم اربع انديه توتنهام ورينجرز الاسكتلندي والنادي الاهلي وبنفيكا من المركز ال 34 لل 37 173 نقطة، يعني النادي الأهلي يعتبر ال 34 لأنه متساوي مع توتنهام ورينجرز وبنفيكا، بس هم حاطين الأهلي 36. تمام؟ مين تحت النادي الأهلي بقى؟ نابولي الإيطالي 172، سبورتنج لشبونة، الأرسنال الإنجليزي، أولمبياكوس اليوناني، بالميراس البرازيلي اللي هنلعبه، بالميراس في الترتيب ال 45. فكل النادي الأهلي سابق الأندية دي كلها، طبعًا بسبب الفوز الأولاني في كأس العالم للأندية وبسبب الفوز في دوري أبطال أفريقيا. طبعا. كل ما بتكسب كل ما رصيد النقاط بيعلى نتيجه ان هي تراكمي. بس على كابتن اسلام على كلام احمد حاجه ان ده مش معناه ان النادي الاهلي بنقول ان هو افضل من انديه دي فنيا دلوقتي. لا طبعا تاريخ. ده تاريخ. ده تاريخ. برافو عليك. ده تاريخ. برافو عليك. ده تاريخ اسم تاريخ البراند بتاع النادي ده. ده تاريخه هو النقاط دي. ما بنتكلمش فنيات. ليه بقى؟ للبعض للاسف برضو للاسف بيجي يحلل وهو بيحلل المباريات بيدخلك في النقد للعيبه وبيدخلك في الفرق ما بين الكره المحليه والكره العالميه وبيدخلك في جوانب كتيره جدا. لا احنا لازم نبقى بالظبط بالظبط. بيتوهك فعلا. ما بيتوهك عشان ما تعرفش ايه تاخد جزء ترد عليه فيه. لا ببساطه يا جماعه واحنا بنحلل احنا النقطه او النقاط اللي بيقولها احمد او الترتيب ده ترتيب لتاريخ الانديه. تاريخ الانديه وليس النواحي. مش نواحي فنيه خالص. وعشان كده نعرف ان النادي الاهلي نشوف احنا اهو كمصريين النهارده ما نتكلمش خالص، نقعد نسمع الناس بره بيتكلموا على اسم النادي الاهلي ازاي. نشوف مثلا الصحافه في اسبانيا النهارده طبعا كان في خناقه شديده جدا ما بين صحفيين ريال مدريد وصحفيين برشلونه وعاملين يقولوا لهم لا وعشان الخبر بتاع ميسي. طبعا الخبر بتاع ميسي اللي انتشر من 10 ايام ان هو 555 مليون يورو في 4 سنين. فطبعا صحافه مدريد النهارده قالوا النادي الاهلي نادي كبير لكن ما عندوش نفس ميزانيه برشلونه، ما عندوش ميسي في فرقته، وما اتغلبش بنفس السكور اتغلب بيه برشلونه. وعلى الرغم من كده برضو الناس تفهم الكلام لان انت عارف احنا كلامنا بيودوه في حته تانية. فلازم الناس تبقى فاهمه ان احنا من اكتر الناس زعلانين على ان النادي الاهلي اتغلب في هذه المباراه. هتقول لي اتغلب من بايرن ميونخ، هقول لك زعلان ان هو اتغلب من بايرن ميونخ. انا شخصيا زعلان. مش لو ماتش ودي هزعل. مش احنا في الخمسينات والستينات كنا بنستدعي الانديه العالميه يجوا يلعبوا لنا في مصر، يلعبوا ويلعبوا في الاهلي والزمالك ويلعبوا منتخب مصر. مش ده كان بيحصل؟ مش احنا كنا بنفرح بالانديه دي تيجي تلعبنا وبيلي يجي والناس دي كلها تيجي وسانتوس يجي ويعني فرق انجلترا كل الناس. هل ساعتها كنا بنتكلم واحنا في بدايه تعلق يعني التعلق الشديد بالكوره كانت كوره هوايه طبعا. هل ساعتها كانت الناس بتحفل على بعض ان هو اتغلب من فريق اوروبي او لا؟ ليه؟ لان انت اصلا مش مصدق ان ولادك بيلعبوا الناس دي. يعني ده شيء يعني المفروض احنا نفخر ان ولادنا ان احنا ولادنا بيلعبوا الناس دي وفضلنا دقيقه 90 يا جماعه. محمد هاني الدقيقه 92 الدقيقه 92 بعد 90 دقيقه كامله قدام بايرن ميونخ بيعمل سبرنت اضع منه مفيش مشكله، بس عمل سبرنت في الدقيقه 92 من منطقه جزاء النادي الاهلي لمنطقه جزاء نادي بايرن ميونخ. انا حتى بكره محمد هاني، ما بحبش لعبه. في الموقف زي ده هعمل ايه؟ هسقف له. شكرا، برافو على مجهودك. الراجل سقف له هانز فليك بعد المباراه. المدير الفني للبايرن واتكلم، بص الاحترام. الكبار لما بيتكلموا طبعا. باحترام وبادب وبذوق، حتى لو هو قال ان طبعا انا كنت اكسب اكتر من واحد واثنين وبتاع، لكن في النهايه بيتكلم ازاي الراجل؟ قال لك ايه؟ قال لك يا جماعه هو بيلعب في النادي الاهلي، مش هقول بيلعب في اوروبا لانه بيلعب في النادي الاهلي. تصريح جميل. تصريح جميل رائع جدا، وان ده اللي يدل على الكبار وعلى عقليه الكبار وطريقه كلام الكبار. طب بتبقى ازاي؟ اللي عايز يتعلم ما يبصلناش يا جماعه، ما يبصش النادي الاهلي ماشي، بص للناس الكبار لما بيتكلموا ازاي وباحترام ازاي، مش مجرد ان انا طالع اسخن الناس على بعض، مجرد اي كلام واي بتاع اسخن
اسلام على كريم وكريم على صحيح. احمد واحمد على كريم لمجرد ان انا اطلع ايه اخد الترند واعمل الكلام ده. في انديه ثانيه هو اول صفحه فيها 50 نادي بس الصراحه، في بقى بعد كده في 53 صفحه بس اخر نادي ما فيش نادي مصري في اول 50. نادي الزمالك 136. نادي الزمالك هو اول نادي مصري 136. فرق 100 ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك 100 مركز. اوكي ده كلامك؟ لا ده كلام الموقع. الموقع قال كده؟ طيب ماشي عشان بس نبقى فاهمين واحنا بنتكلم. لانه مهم جدا على الشاشه مهم جدا ان الناس اللي عايزه تعمل سيرش على الانترنت وتشوف هل الكلام اللي احنا بنقوله ده تطبيل ولا كلام حقيقي وواقعي وموجود. طيب امبارح بقى كان مباراه تاريخيه بين النادي الاهلي ونادي بايرن ميونخ. المباراه دي كان فيها احصاءات كثيره جدا وارقام كثيره جدا، كلها الحقيقه كانت في صالح بايرن ميونخ لانه افضل نادي في العالم. اكيد عايزين نتكلم شويه عن الاحصاءات العامه لهذه المباراه. طبعا الاحصائيات العامه لمباراه النادي الاهلي وبايرن ميونخ كلها زي ما حضرتك تفضلت وقلت بتصب في صالح بايرن ميونخ، سواء طبعا في الاستحواذ او حتى في عدد التمريرات. عدد التمريرات كان كبير جدا، بنتكلم نادي بايرن ميونخ قدام النادي الاهلي عمل ما يقرب من 790 تمريره في المباراه مقابل ما يقرب من 330 تمريره للنادي الاهلي. طبعا احنا شفنا الاستحواذ عملوا في الناس دلوقتي. والاستحواذ ده يعني عايز اقول حاجه بسام، والله بجد المباراه دي مهمه لينا انها بتوصلك ان انت تشوف بعض الاساليب اللي ممكن انت تاخدها وتطبقها على مستوى القارئ عشان توسع الفجوه. يعني النهارده كنت انا النهارده بناطح نادي بايرن ميونخ بطل اوروبا وبطل الدوري الالماني بهذا الشكل، انا النهارده اقدر اخد خبرات من المباراه دي وابدا اطبقها. واحنا طبعا مشوارنا ان شاء الله هيبدا الاسبوع الجاي في مباراه المريخ السوداني في دور المجموعات، فهي امور احنا ممكن ان شاء الله نستفيد منها. فبالتالي لما نشوف نادي بايرن ميونخ امبارح وهو في اسلوب تمريراته والارقام اللي معانا زي ما قلت، ارقام نادي بايرن ميونخ 790 ما يقرب من 790 تمريره مقابل 330 تمريره النادي الاهلي، ده بسبب الاستحواذ وهانز فليك بيلعب على الاستحواذ. برده اعتقد كان في طبعا الركنيات، كان 7 ركنيات لنادي بايرن ميونخ مقابل 0 ركنيات للنادي الاهلي، ده عشان نادي بايرن ميونخ منع النادي الاهلي من الوصول الى منطقه جزاء. خلي بالك انت على شاشه قناه الاهلي وبتقول الكلام ده عادي. طبعا عادي، ايه مشكله؟ عادي صح. احنا بنحب الكوره، احنا الحمد لله احنا قبل اي طبعا، واحنا وفي واحنا ما عملناش اخطاء، ما احنا عملنا اخطاء، احنا نعمل اخطاء عشان نتعلم والماتش الجاي نلعب احسن. ناخد النهارده خدنا 5/10، نشتغل على نفسنا المره الجايه ناخد 6/10. لكن منظومه النادي الاهلي يا كابتن اسلام، منظومه النادي الاهلي ما فيهاش ترمين، ما فيهاش يعني ايه كلمتين، ولا عندنا شماعات برافو عليك، ولا عندنا جلد زايد عن اللزوم، ما عندناش المفهومين دول مش عندنا. انت في مشكله نصلحها ونحسن، احنا كويسين نشوف ازاي نحسن اكتر. وده اللي حصل في 2005 2006 طبعا. في 2005 2006 كان المشاركه الاولى لينا وكنا رايحين هنكسب كاس العالم وبتاع وكلام من ده، وفي الاخر وصلت للمركز السادس. ايه اللي حصل؟ خدتوا خبره بعدها، حاولنا مره تانية وثالثه ورابعه لغايه لما خدنا بطوله افريقيا. خدنا بطوله افريقيا، رحنا 2006 هذا الجيل الرائع والعظيم الحقيقه بقياده كل اللي موجودين خدوا، مش عايز انسى اسماء يعني، كل اللي موجودين خدنا المركز الثالث وان شاء الله نحققها المره دي باذن الله. يعني اللي بصينا برضو على ارقام محمد هاني، محمد هاني بصراحه امبارح قدم مباراه واحده من اعظم المباريات اللي عملها محمد هاني، احسن مباراه في تاريخه، معناها شافته لغايه النهارده بصراحه، احسن مباراه في تاريخه وبيلعب عليه لعيبه ثلاثه غيروا عليه. يعني الثلاثه بصراحه مش عارف اقول ايه، يعني الاول قدامهم الاول في الشوط الاول هو كان مغير الجناحين، جنابري كان ناحيته وكومان الناحيه الثانيه، بعد كده جاب كومان ناحيته غير الفونسو ديفيز ده طياره لوحده. فلو بصينا حتى على ارقامه هنلاقي ان هو عامل 39 تمريره صحيحه من 47، قطع التمريرات امبارح 7 مرات، هو اكتر واحد هو بالتساوي مع ياسر ابراهيم، قطع التمريرات 7 مرات، استخلص الكوره 4 مرات، الالتحامات الهوائيه كسب 2 من 3، الضغط على المنافس ضغط 10 مرات كسب منهم 5 مرات بنسبه نجاح 50% في الضغط على المنافس. محمد هاني بصراحه كان عمل مباراه افضل من نيلسون سيميدو في مباراه برشلونه لما خسروا 8-2. يعني محمد هاني امبارح كان بيلعب عليه لعيبه يعني عاليه جدا، واتمنى ان محمد هاني يستمر على هذا المستوى ويبني عليه لقدام. ده المهم، ان انت تبني عليه في دوري ابطال افريقيا، تبني عليه في الدوري، انت خلاص اكتسبت خبرات
وبقيت دلوقتي الظهير الايمن الاساسي المنتخب مصر والظهير الايسر الاساسي في النادي الاهلي، فانت تبني على الكلام ده لقدام، دي حاجه مهمه جدا. وبصراحه مكسب المباراه امبارح هو محمد هاني، ان فعلا بقى عندنا ظهير ايمن على مستوى عالي. حتى مدرب بايرن ميونخ هو اتكلم عنه وقال ان هو يعني مش هيقول ان هو هيلعب في نادي اوروبي زي ما حضرتك تفضلت، هو بيلعب في النادي الاهلي ويستحق يلعب في انديه اوروبيه يعني. واعتقد كابتن اسلام الجزء النفسي لمحمد هاني بقى مهم دلوقتي، يعني محمد هاني ربما في بعض الاوقات كان في بعض الانتقادات او بعض حتى النصائح الزايده على اللزوم، دي نقطه. ماتش امبارح بقى نقطه حلوه ان انت شايف ان الجميع اتفق ان انت نجم حتى المباراه حتى في ظل هذه الخساره. طبعا لا دي بقى ما هو لا اسف يعني اللي هيطلع امبارح مثلا ينتقد محمد هاني في اي شيء يبقى ما يتكلمش في كوره، يعني صعب جت على دي هيبقى صعب جدا يعني. لا جت على دي. طب اقول لك حاجه، طب والله يا استاذ كريم، يا استاذ كريم انا بس عشان على الهوا يا استاذ كريم، اسمع دي بالله عليك، اسمع دي بالله عليك. في بعض بينتقد النادي الاهلي في اسلوب اللعب والتكتيك والنادي الاهلي مشكله كشكل عام. طيب انا موافق بالظبط. طيب لو جيت سالتك قلت لك مين امبارح رايك محمد هاني تدي له كام من 10؟ هل ينفع تقول لي اديله 5 من 10؟ مش هينفع. هتلاقي نفس الناس قاعد لو قلت كده هقول لك كداب، مش هينفع. يبقى الشكل سيء. يبقى هنا هيتم التركيز ان انت بتحاول تجيب الحاجات السلبيه قوي وتعمل ايه؟ تضخمها. تضخمها ليه؟ عشان تاثر على الحاله النفسيه للفرقه. لا ده هنا ده امر مش رياضي وامر عيب ان هو يحصل، وكمان امر بيعرفنا العقليه اللي احنا بنتكلم. شايف جمهور النادي الاهلي احمد بيعمل ايه على الفيسبوك وعلى يعني هو ده اللي احنا بنقدر نشوفه دلوقتي. نعم. يعني احنا طبعا كلنا بنمشي في الشارع وبنشوف والناس الحقيقه كلها، وانا ماشي هنا وانا رايح هنا وانا رايح هنا، انا من الناس اللي بتصحى بدري وبنزل بدري وبمشي بدري في ما بشوف الناس كلها تقعد تقول لي ايه والله يا كابتن اسلام احنا زعلانين بس عايزين بقى الماتش اللي جاي والمسانده هو ده الكلام. هو ده الاسلوب. هو دي ما هو دايما انا بقول ايه، اين عندما تريد ان ترى عظمه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي بص على جمهوره في مثل هذا التوقيت. صح. فحاجه جميله جدا. خلينا برضو نروح لمحمد الشناوي ولا محمد الشناوي طبعا. طيب. واحد من يعني واحد برضو هندي له كام؟ لا محمد الشناوي ومحمد هاني بصراحه يستحقوا 9 كمان من 10. محمد الشناوي محمد فتحي. نعم. محمد فتحي طبعا. محمد الشناوي يعني واحد من الحراس اللي هي كل ما تحطها تحت ضغط اهم حاجه فيه رقم واحد الشخصيه والقياده، حارس مرمى ليدر من ورا. الحاجه الثانيه اكتسب خبرات كبيره جدا لما شفناها في مباراه مصر مع ارجوي في كاس العالم، بنشوفه في كاس العالم الماتش اللي فات مقدم اداء محترم جدا، خرج بخمسه او سته سيفز. النهارده في الماتش ده تصدى لست تسديدات من اصل امبارح تصدى لست تسديدات من اصل 8. في حاجه مهمه قوي في ارقامه كمان، امبارح بايرن ميونخ كان بيلعب ضغط عالي جدا جدا يعني على الدفاع 18. فانت عشان تطلع بالكوره كنا بنعتمد على مين؟ يعني على في بعض الاحيان كنا بنطلع محمد الشناوي. طب نيجي نبص على دقه تمريراته 19 صح من 25 بنسبه دقه 76%. تطور واضح لمحمد الشناوي في الخروج او في التمريرات، في دقه التمريرات. أيوه. دي حاجه مهمه جدا. قطع التمريره لما خرج وعمل دور الليبرو مره واحده، فقدم مباراه عظيمه جدا جدا هو وطبعا محمد هاني واللي بعد كده هنتكلم عليه. والتدارج بقى في الموضوع ان هو ما اخطا في الطلعه الاولانيه، شوف بقى بعد كده. نعم. هو دي القياده. هو ده ما عنديش مشكله ان انت تخطئ لان احنا في الاساس احنا عارفين ان في المباراه اللي فاتت برضو كان بالزبط. بدا ما كانش حلو قوي بعد كده عيله دي خبرات. هو ده الخبرات وده اللي بنتكلم عنه. خلينا نروح لحمدي فتحي برضو. وحمدي فتحي واحد من المميزين في هذه المباراه جدا. حمدي فتحي يا كابتن اسلام امبارح لما نشوف اسلوب ضغطه في نص الملعب وبصراحه والروح اللي كان بيلعب بيها، وحتى في الشوط الاول ربما في البدايه كان عندنا طب اكيد لما تنزل الملعب وتشوف النجوم العالميين دول قدامك بيحصل هزه، ده طبيعي، حاجه طبيعيه بتحصل اي فريق اكيد بيلاعب فريق كبير. وبالتالي حمدي فتحي قدر بمرور الوقت، حتى النهارده جايب له كام حاله، بمرور الوقت ان هو يضغط فكره الضغط على لعيبه بايرن ميونخ في نص الملعب ومنعوهم من تمرير كره. طبعا اكيد هم عملوا الشكل بتاع الهجمه شفناها كتير في الشوط الاول كانت متقربه بشكل كبير جدا. كان حمدي فتحي واحد في وجهه نظري كان من نجوم المباراه برضو مع ايمن اشرف، وطبعا ارقام مع حمدي فتحي معانا على الشاشه برضو. ايمن اشرف برضو هنتكلم عليه كتير بصراحه، لازم نتكلم عليه. ايمن اشرف عمل مباراه ممتازه جدا. وعايز برضو اقول يا كابتن اسلام في المونديال الاخير منتخب بلجيكا كان عامل عاده جديده، كان في الجهاز الفني في مدرب لكل خط. يعني كان في مدرب لخط الدفاع، كان في مدرب لخط الوسط، كان في مدرب لخط الهجوم، كان اعتقد حتى كان معاهم تيوري هنري كان معاهم في خط الهجوم. انا بسال لو جبت النهارده مثلا عملت نفس المفهوم وجبنا مدرب لخط الدفاع وقلنا له تقييمك امبارح لايمن اشرف وبدر بنون طوال المباراه بعيدا طبعا عن الهدف الثاني،
تقيم الناس دي كويسه مش كويسه في عمل المباراه حلوه مش مباراه حلوه. حمدي فتحي في نص الملعب تقيمه تقول لنا ايه؟ هو هيقول لك ايه؟ عارف انا الرد هيبقى ايه؟ اتفضل. هيقول لك احنا كل الرد عندنا ان احنا بنلعب على النواحي الدفاعيه فقط. نعم. خلي بالك. نعم. النواحي الدفاعيه فقط ما عندناش نعم. نواحي هجوميه كتيره ما رحناش يا راجل ده كوره يعني بص ويا ريت لو معاك يا سمير انا كنت عايز اقولها في الاول ولكن بما اننا بنتكلم. نعم. مايكل مانويل مايكل نوير. مايكل مانويل نوير بيقف نعم. فين؟ اللي بيتفرج على اوروبا؟ بيتفرج على تشامبيونز والبوندس ليجا هو بايرن ميونخ لو بيلعب اي فرقه في العالم وعنده ضربه ثابته من في نص ملعب المنافس لازم ولا بد على مانويل نوير ان يقف على نقطه نص الملعب. متاكد؟ طبعا. تاني السؤال نفس السؤال انا هاكدها نوير بقى فين الاول وبعدين ناكد في وسط الملعب في وسط الملعب طبعا. امتى بقى؟ من كام سنه الكلام ده؟ يعني جوارديولا هاكدها لحضرتك بالصور في صور معانا. ايوه انا عارف بس انا الاول الناس تفهم اللي عايز يفهم يعني امتى الكلام ده من قد ايه؟ لا من حوالي جوارديولا ماسك بايرن خمس سنين ست سنين. ست سنين. الصوره المشهوره للمدرسه الالمانيه هي المدرسه الالمانيه في حراس المرمى هي اللي عملت دور الليبرو في اخر ست سنين. بس جوارديولا هو دخل المفهوم ده وجوارديولا طبعا المشهوره لجوارديولا هو قاعد في مكتبه ووراه البورد وحاطط فيها كاتب مانويل نوير في نص الملعب والناس قاعده تقول ان لما بنشوف نوير في نص الملعب ده بسبب الصوره بتاعه. معانا الصور يا شباب برضو علشان للي عايز يفهم طبعًا. يعني او للي بي صور في يعني في السنين اللي فاتت مش في لا انا بتكلم ايه لانه في حاجات كده بتنتشر على السوشيال ميديا وللاسف الشديد ان بعض ما نلاقي يشجع النادي الاهلي دايما يفكر في بالشكل ده يقول لك بص اهو ده النادي الاهلي ما هاجمش خالص ولا عمل حاجه خالص يبقى اكيد ما بيتفرجش على كوره اوروبيه هو حاجه من الله ينور عليك الله ينور عليك حاجه من الاثنين اكيد ما بيتفرجش على كوره يا اما جاهل بالكره الاوروبيه ومش بيتابع مانويل نوير وتحركاته ما بيتفرجش الحاجه الثانيه يا اما حاقد على النادي الاهلي بس هو مفيش حاجه غير من الاثنين دول كويس احنا النهارده بنحاول بالادله والبراهين والارقام والاحصاءات نثبت اشياء كثيره جدا هي الحقيقه ما ينفعش ان انا اتكلم فيها ولكن الارقام بالنسبه لي مهمه جدا والصور بقى اللي بنجيبها لحضراتكم خلينا نروح لطاهر محمد طاهر يا احمد طبعا طاهر محمد طاهر امبارح قدم مباراه كويسه جدا جيده جدا خاصه على المستوى الدفاعي كان هو طاهر محمد طاهر مستو ان هو عنده شخصيه النادي الاهلي حتى في المباراه اللي فاتت عنده شخصيه بيروح بيرجع يدافع بشكل كويس جدا وناقصه حاجه واحده بس محمد طاهر القرارات قدام لازم اروح على الجون واسدد ده اللي ناقصه في الماتشين يمكن لو بصينا على ارقام طاهر هنلاقي ان هو عمل 18 تمريره صح من 28 محاولات على المرمى واحده بس اوكي قطع الكوره كم مره 6 مرات استخلص الكوره يعني قطع التمريرات 6 مرات واستخلص الكوره 6 مرات يعني قطع الكوره 12 مره ده رقم لجناح يعتبر عالي جدا يعني هو تقريبا نفس ارقام ايمن اشرف قطع الكوره قطع التمريره 6 مرات واستخلص الكوره 6 مرات يعني قدم دور دفاعي ومجهود بدني كبير جدا رائع جدا رائع بس ناقصه القرارات قدام الشخصيه قدام ان انا اروح ازاي على الجون واسدد امتى دي حاجات هيكتسبها مع الخبرات بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي قال احنا لعبنا في هذه البطوله من اهم المكاسب اللي احنا كسبناها ان احنا عرفنا ان في فرق كبير ما بين الكره في افريقيا والكره في اوروبا لازم نقلله لازم نشتغل على نفسنا اكتر الفتره اللي جايه وهو ده المهم صحيح وهو ده زي ما انت قلت بقى يا كريم دي الحاجه اللي دايما النادي مفيش جلد للذات زياده عن اللزوم وفي نفس الوقت ما احطش راسي في الرمل هو ده الاهم خلال هذه الفتره وخلال اليومين اللي جايين طيب خلينا بقى نبتدي نتكلم عن الصور وحالات البيرو اتفضل يا كريم لانه برضو دايما لما نيجي نتكلم او احنا بنتكلم لما تبقى معانا الحاجات على الصوره والناس تشوف الجمهور يشوف الصوره اعتقد ده مهم طبعًا. جدا اكيد طبعا اتفضل احنا لو معانا طبعا اول صوره معانا من صور التحليل لي اللي واخدينها للمباراه نبدا نشوف كابتن اسلام طبعا أيوة. طبيعي المنظر ده احنا شفناه كتير قوي طبعًا. في الشوط الاول وحتى كنا اتكلمنا عليه لو تفتكر في تحليل نقاط قوه واسلوب لعب بايرن ميونخ الثنائي الابا وبواتنج الاثنين مساكين واقفين في نص الملعب وتحضير اللعب بيبدا من نص الملعب وبالتالي في الشكل ده احنا بنشوف ضغط كبير جدا وهائل على لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي كان بادئ واقفين كويس جدا واقفين بشكل اقرب الى 4-4-2 وبالتالي بنحاول نقفل زوايا التمرير على لعيبه باير ميونخ نشوف الصوره اللي بعد كده الثانيه هي دي النقطه اللي اعتقد كانت ممكن نقطه محتاجين نتعلم منها وهي ان الهجمه دي اللي كانت لسه بادئه في نص الملعب وصلت عند كومان في داخل منطقه الجزاء طيب
ايه الغلطه اللي احنا عملناها في الحته دي بالنسبه لنص ملعب النادي الاهلي؟ ان احنا فضلنا نحلق كتير اكتر ما نضغط. احنا فضلنا في مسافه ما بين لاعب النادي الاهلي ولاعب بايرن ميونخ اللي بيستلم الكور. لا لازم يعني نعمل ايه؟ لازم نضغط. ودي بصراحه حتى النقطه اللي قال احمد على طاهر محمد طاهر كان بيعملها بشكل مميز على الجناح. طاهر كان عنده الشخصيه القويه ان لما لاعب بايرن ميونخ يمسك الكوره يروح يضغط عليه. بالظبط بيضغط مش بيحلق. مش بيحلق بضغط عليه وامنعه. بس خلي بالك يا التحليق برضو نوع من انواع الدفاع. خلي بالك مهم طبعا ولكن بيحتاج لوقت زي ما كنا بنتكلم مثلا على اتكلمت فيه اول يعني اليومين اللي فاتوا. بالظبط بنتكلم على انت ممكن يبقى تلعب باثنين لعيبه، واحد بيضغط ووراه واحد بيحلق، بحيث لو انت بتلعب لاعب مهاري وقدر ان هو يتخلص من الضغط يلاقي واحد واقف وراه يبدا يضغط عليه. نروح للصوره اللي وراها ونشوف برده هجمه اخرى اللي بايرن. دي واحده برده من النقاط اللي احنا وقعنا فيها ان هنا مولر بيستلم في الحته دي وفاضي من غير اي رقابه من الخلف. ودي نقطه المفروض احنا كنا واخدين بالنا منها ان نادي بايرن ميونخ دايما بيعتمد على السكرينات او بيعتمد ان هو بيعمل تغطيه، البلاي ميكر بينزل وليفاندوفسكي بيهرب من وراه. فهنا كنت اتمنى دايما يكون في واحد ملاصق لمولر او حتى جنابري كان بيخش العمق، ما ينفعش يستلم الكوره هنا اهو. بالظبط الحته دي كلها طبعا. واكيد اكيد في سرعه زياده جدا، احنا بنلعب مع فريق رتمه عالي قوي كتير. وعشان كده احنا عايزين نتعلم الكلام ده عشان نحاول احنا نطبقه على المستوى بتاعنا بعد كده. اللي بعد كده نشوف بعد كده الصوره اللي بعد كده تاني بنشوف بواتينج داخل. بواتينج في الكوره دي يا جماعه هو اللي بيعمل، بصوا هنا كان اعتقد روكا بيقطع لداخل منطقه الجزاء وبواتينج بصص عليه عشان يلعب له الكوره الطوليه. وكان طبعا بواتينج قدم مباراه جيده امبارح في قدام النادي الاهلي. نشوف الصوره اللي وراها تاني. بواتينج بيعمل نفس الفكره، الكوره كانت معتاده لنادي بايرن ميونخ وبرده احنا واقفين صح ولكن ما بنضغطش. احنا بنرجع عمالين كل ما لعيبه بايرن ميونخ يتقدموا علينا احنا غصب عننا لوحدنا بنقعد نرجع. ودي اعتقد كانت نقطه لازم نخلي بالنا منها. نروح للصوره اللي وراها ونشوف واحده بقى من النقط اللي اتعملت بشكل رائع من بدر بنون. بدر بنون عمل مباراه كبيره بخلاف طبعا الهدف في الاخر خالص. طبعا غلطته لكن مفيش مشكله خالص، لكن طوال المباراه واحد من نجوم المباراه هو ايمن اشرف. بنشوف هنا بدر بنون اول ما لقى الكوره لاعب بايرن ميونخ هيبدا يعمل وان تاتش، هوب راح حاطط رجله وقاطع منه الكره توقع الكره بشكل جيد وحول الهجمه دي من هجمه على النادي الاهلي لهجمه للنادي الاهلي. نروح للصوره اللي وراها ودي النقطه بقى اعتقد في وجهه نظر كابتن اسلام اللي ربما خلتنا هجماتنا مش كتير على نادي بايرن ميونخ. ايه هي؟ ان احنا ما اعتمدناش على الكرات الطوليه بشكل كبير. الكره دي عملنا منها هجمه في الشوط الاول، الشوط الثاني معانا فيديو لفرصه على الكهرباء في بدايه الشوط الثاني. انا في وجهه نظري كان لازم نتخلى تماما عن مساله الاستحواذ، ما ينفعش نلعب قدام بايرن ميونخ باسلوب التيكي تاكا. طيب. لما نيجي نشوف الحالات البيرو اللي معانا دي بنشوف لعيبه بايرن ميونخ زي ما قلت احنا لعبنا الاهلي مش هيضغط، نعمل بلاي للفيديو ونشوف لعيبه بايرن ميونخ واقفين بيمرروا الكوره بشكل جيد جدا، لعبنا الاهلي بعيده، دي الكوره راحت في الاول ليه اعتقد لكومان وقدر ان هو ياخدها من ورا دفاع النادي الاهلي. شوف الفيديو اللي وراه نفس الفكره، لعيب بايرن ميونخ بيحضروا الهجمه، كل ده لعبنا الاهلي بتحلق ما بتضغطش، في مساحه كبيره جدا ما بين خط الوسط وبين خط الدفاع، لعيب بايرن ميونخ بيطلعوا المساحه، هنشوف هيوصلوا لغايه مرمى محمد الشناوي، الوان تو اتلعب، كل ده مفيش حد بيضغط، كله عمال يحلق بس، وبالتالي ده درس لينا نتعلمه ان احنا محتاجين في المساحه اللي قدام منطقه الجزاء لازم تمنع المنافس ان هو يستلم الكوره، اوعى تحلق، لازم تضغط عليه. نشوف بقى اخر فيديو معانا والفيديو اللي انا الكوره اللي انا قلتها بتاعت قبل بس بنروح لاخر فيديو لان ده مهم جدا ان لعيبه النادي الاهلي بيقعدوا يتفرجوا على الاخطاء دي هم هناك طبعا. عشان بس ايه تبقوا حضراتكم عارفين الشكل العام اللي بيحصل دلوقتي ان هم فيديوهات متقطعه للعيبه النادي الاهلي من المسؤولين عن الموضوع ده هناك وبيشوفوا الفيديوهات دي مش دي يعني لكن بيشوفوا اخطائهم داخل هذه المباراه واكيد طبعا احنا ومباراه الدحيل كمان وربما كمان ده امر هيتكرر قدام بالميراس يوم الخميس طبعا الفرقه بتلعب على الاستحواذ برضه بالظبط. فنشوف واحده من الفرص الجميله اللي النادي الاهلي خلقها في بدايه الشوط الثاني وكان عندنا احنا احساس ان كهربا خلاص هيخش انفراد للمرمى. هي دي اللي احنا بقالنا 3 ايام بنتكلم عليها. اسحب بايرن ميونخ لنص الملعب وارمي الكره الطوليه لواحد سريع. وعشان كده كنت اتمنى طبعا محمد شريف ياخد وقت اطول بس ما فيش مشكله قدر الله ما شاء فعل. وجهه نظر
قدر الله ما شاء فعلا مفيش مشكله خالص. والكهرباء في اللعبه دي واحده من الهجمات الحلوه اللي احنا خطفنا بيها نادي بايرن ميونخ، كنت اتمنى نكررها مره واثنين وثلاثه، لان اكيد لو في اول مره ما نجحتش كان ممكن يبقى نسبه النجاح تكتر في المره الثانيه والثالثه. بشكرك يا كريم. اتفضل يا دكتور احمد. كلام مهم قاله لنا الحقيقه كريم سعيد فيما يخص بعض السلبيات وبعض الايجابيات اللي متواجده في فريق النادي الاهلي في هذه المباراة التاريخية ما بين النادي الأهلي ونادي بايرن ميونخ. دكتور أحمد خلينا بقى نبدأ نتكلم بالصور الأول، بعد كده ناخد الفيديوهات. تحليل هيبقى متقسم، الأول هنحلل فريق بايرن ميونخ وبعد كده النادي الأهلي. فضل. بايرن ميونخ طبعا بدأ امبارح 4 حلل بايرن ميونخ؟ ماشي يعني يا سيدي ماشي. ازاي هم برضو تفوقوا علينا؟ هم لعبوا 4-2-3-1 زي ما توقعنا ليلة المباراة بماركو روكا وكيميتش، ويعني 4-2-3-1. اول صوره معانا ازاي هم بيمنعونا من تحضير الهجمه، زي ما قلت لحضرتك قبل المباراه هم بيزنقوا الفرقه في وسط ملعبها، بيلعبوا دفاع عالي اهو، كل لاعب مع لاعب مان تو مان، ضغط عالي مانعين الفرقه ان هي تحضر، فالشناوي بيضطر ان هو ايه يشوط ضربه المرمى، كل لعيبه اهو معاه السهم، فانت بالتالي بتشوط وبالتالي هو بيقطع منك الكوره، بيكسب منك الكوره الثانيه. في نفس الوقت برضه عندهم ميزه ان الخطوط الثلاثه متقاربه، ففي نفس الوقت بياخد منك الكره الثانيه والكتل بيتحركوا ككتله واحده في حاله الدفاع وفي حاله الهجوم. اوكي ده سر تفوق بايرن ميونخ امبارح، الضغط العالي اللي عاملينه وتفوقهم في الكره الثانيه. لو جبنا الصوره اللي بعدها بعد كده اتفضل، نفس الفكره برضو، حاله ثانيه في دقائق ثانيه بالضغط العالي، تحس ان هي بالظبط، تحس ان هي لكن هي طبعا نفس الفكره برضو، كل لاعب فالشناوي بيضطر ان هو مش عارف يباظي ورا، مش عارفين نلعب لعبنا، عشان كده عدد التمريرات بتاعنا قليل، مش نفس يعني العدد التمريرات قليل جدا مقارنه احنا كنا بنعمل 500 و600 تمريره، لكن هم اللي ضاغطين علينا في وسط ملعبهم. نيجي للصوره اللي بعدها او حاله البيرو، ماشي خلينا نروح للبيرو. هنبص ازاي هم برضو احنا مش عارفين، دي برضو بيبين طريقه الضغط، نفس الفكره اللي في الصوره. كل لاعب مع لاعب وعاملين ضغط عالي وهاي لاين ديفنس، واحنا اتكلمنا ان احنا نحاول ان احنا نستغل الدفاع العالي بتاعهم بايه، من خلال التمرير الطولي، حيطه 2 3 4 5 6 نفس الفكره. فالطريقه دي برضو خطوط متقاربه، حتى لو واحد عندهم غلط قدام التاني بيغطيه كتله واحده، فده سر قوه بايرن ميونخ امبارح الطريقه دي. نيجي بعد كده للفيديو او حاله البيرو اللي بعد كده، ازاي برضو دي كانت هجمه لبايرن، هم برضو خدوا الكره الثانيه مننا مرتين او ثلاثه فيها. أيوه. كانت عندنا مشكله في وسط الملعب في حته الكره الثانيه، ما كناش بناخدها كتير قوي يعني. بص حضرتك ادي واحد اهي، راحت ليفاندوفسكي اتقطعت، راح خدها تاني واداها للفاضل، خدها تاني وراحت انفراد وراح شايطها. بص نكمل نفس الفكره برضو، ليه الفراغ او الفجوه دي كانت موجوده؟ لنتيجه ان هم اخذوا الكره الثانيه من الاول اصلا. فنفس الفكره ان هو حته برضو تردت ورجعت تاني وخدها كره ثانيه، والشناوي او روكا اللي مارك روكا نفس ماركو. اللعبه دي اهي، فدي بيبين لك ان سر تفوق في الكره الثانيه ان هم بيتحركوا ككتله واحده وعاملين ضغط عالي. طيب نيجي بعد كده اهم لاعب عندهم امبارح ودي الخريطه كيميتش، ده السر الخفي والتفوق في وسط الملعب كان كيميتش. تخيل ان دي الخريطه الحراريه بتاعته الاصفر الاصفر والاحمر كمان. كل ده تخيل ان هو لمس الكوره 144 مره 144 مره في ماتش واحد. أيوه. عمل 7 تمرير طولي، عمل 117 تمريره لعيب لوحده، عامل 117 تمريره، عامل صنع 6 فرص، فيعتبر ده كان نجم الماتش امبارح كيميتش. وبعد كده ليفاندوفسكي طبعا ودوره، جات له كورتين او 3 كور، كورتين جونين وكره الشناوي طلع عليها انقذها. فده كيميتش ده يمكن الناس ما تحسش بدوره، لكن الارقام والخرائط الحراريه تبين لك دوره في الملعب وسر تفوقه امبارح على وسط ملعب الاهلي. الصوره اللي بعد كده، الصوره اللي بعدها دي خريطه التمريرات، وبص قد ايه لمس الكره 144 مره. ماشي ده كده بايرن ميونخ، اتكلمنا على كيميتش وعلى طريقه الضغط وعلى الفكره بتاعه بايرن ميونخ. نيجي بقى للنادي الاهلي، النادي الاهلي كان فكر موسيماني امبارح ان انا هلعب في الحاله الدفاعيه طبعا 4-4-2 دفاع كومباكت متكتل ورا، هلعب طبعا محترم بايرن ميونخ، برجع لورا بحاول ان انا بعمل ضغط كده وفي وسط الملعب واحاول افتك الكوره واعمل هجمه مرتده. تمام. بس للامانه احنا كنا بنعمل مرحله واحده بس في كره القدم، وهي مرحله الدفاع. بس في ما كانش في مرحله التحول من الدفاع للهجوم ولا مرحله الهجوم. دي ليه؟ انا من وجهه نظري الشخصيه ان احنا كان ناقصنا حاجتين. الحاجه الاولانيه ان احنا كنا محتاجين مهاجم تارجت نطلع عليه، لان كهربا مهاجم وهمي، كنا محتاجين اللي نطلع عليه ان انت التمريرات الطوليه لازم يبقى عندي مهاجم تارجت اقدر اطلع عليه. دي اللي كان عشان كده ما كناش بنعمل مرحله التحول من الدفاع للهجوم. الحاجه الثانيه
ما كانش في مرحله هجوم اصلا، ما كناش بنهاجم كتير، يمكن احنا عملنا 3 محاولات بس او 4 محاولات. فدي احنا عملنا المرحله الاولى في كره القدم اللي هي مرحله الدفاع زي ما قدامنا على الصوره، ان احنا بندافع في وسط ملعبنا. كان ناقصنا من وجهه نظري المهاجم التارجت قدام. الحاجه الثانيه، اول ربع ساعه او اول نص ساعه كنا خايفين شويه، الخوف او حته العامل التوتر النفسي او التوتر. انا بشوف ان هي توتر اكتر منها اي حاجه تانيه. التوتر النفسي ده اثر علينا في القرارات، في التمريرات، في الضغط العصبي بتاع المباراه، وان انت بتلعب بايرن ميونخ، ودي برضو بتكتسب خبرات. هنا اللعيبه اول مره تقابل بايرن ميونخ، تقابل العملاق البافاري بنفس الشكل ده، فانت كده بتكتسب خبرات. دي يمكن الحاجه اللي من وجهه نظري اللي كانت محتاجه بعد كده تتعدل. الصوره اللي بعد كده ده لما موسيماني غير في الشوط الثاني، حول لديانج. ديانج هو 4-3 يعني 4-5-1. ديانج برضو بيدي على فكرة، تغييراته كانت ممتازة امبارح. تغييرات موسيماني ممكن تكون اتأخرت سنة صغيرة، لكن تغييراته وفكره كان كويس. ليه؟ أنا قفشة كنت محتاج واحد يديني قوة وصلابة في وسط الملعب، فراح منزل ديانج. أيوه. عشان تفوق كيميتش أدي صلابة، وفي نفس الوقت أنا محتاج سرعات، فراح منزل محمد شريف ومنزل صلاح محسن. هيعمل إيه؟ هو ما عندوش غير عنده سرعات، عنده صلاح محسن ومحمد شريف، يقدر ان انت السرعات دي تعمل والتارجت نزل بواليا. فدي نفس يعني حاول ان هو يصلح وحاول ان هو يغير، بس في نفس الوقت برضو انت خلاص بتلعب بايرن ميونخ، مش عايز النتيجه تفتح ولا تتغلب يعني 4 ولا 5. لا، انت تحاول ان انت تدافع وتضيق المساحات، ولو عرفت ان انت تتعادل كان بها، ما عرفتش خلاص. في نفس الوقت برضو دي قدرات لعيبه، يعني ليفاندوفسكي لما بيجيب الجون الثاني في اخر دقيقه، لما استغل فرصه او سرق مثلا بدر بنون ومحمد هاني، دي قدرات لعيبه. ده لعيب خارق ليفاندوفسكي، يعني احسن مهاجم في العالم. احسن مهاجم في العالم. اللي بعد كده الصوره اللي بعدها نفس ده طبعا محمد هاني، صور والتالق اتكلم عنها كريم. دي تالق محمد هاني، قطع الفونسو ديفيز. دي كانت تقريبا في الشوط الاول، الفونسو ديفيز قطعها منه وجرى وفتح الاسبرنت. اخر الشوط الاول صح. فتح سبرنت وجرى ورقص. محمد هاني يستحق التحيه على اداؤه امبارح بصراحه. انا جايبين له حالتين، دي الحاله الاولى، والحاله الثانيه اللي بعدها برضه دي اللي كانت في اخر المباراه، لما عمل التاكلينج على الفونسو ديفيز في اخر المباراه، كانت في الدقيقه 82. بيلعب على صواريخ محمد هاني امبارح بصراحه، يستحق التحيه، ونتمنى ان هو يستمر على كده، واحد من نجوم المباراه. الصوره اللي بعدها محمد، ديت الخريطه الحراريه بتاعه طاهر، محمد طاهر. أوكي. بص حضرتك، اتحرك في كل مكان، عمل مجهود بدني كويس جدا، عمل دور دفاعي محترم جدا. ناقص طاهر محمد طاهر زي ما قلت لحضرتك القرارات قدام. عايزين نشوف بقى بتاع المقاولين اللي كان بيشوط وبيجيب جوان غريبه، عايزين نشوف دي اللي ناقصاه. جوان جميله طبعا. لكن جوان اكثر من رائعه، لكن هو محتاج الحته دي. لكن هو بصراحه مكسب ولعيب مهم جدا وعنده شخصيه النادي الاهلي. اللي بعد كده ده ليبرو، دور الليبرو ومحمد الشناوي والطلوع، واحد من احسن الحراس. وبصراحه محمد الشناوي انا بعتبره، هو طبعا بيلعب في نادي الاهلي وكل حاجه، بس هو كان ممكن يلعب في انديه اوروبا، اللي هي الناس اللي بتقلل من الشناوي او كده. لا، الشناوي يستحق كان يلعب في كلاس ايه في اوروبا. أيوة. لكن هو في النادي الاهلي وهو بيحب النادي الاهلي وهو كابتن النادي الاهلي وهيكمل في النادي الاهلي طبعا. الصوره اللي بعدها ده برضو دي حاجه مهمه جدا، انفراد ليفاندوفسكي، لولا خروج الانقضاض زي وحش بتاع الشناوي كان الجون. لولا الخروج، هو لمسها بس الحمد لله ما اتحسبتش كورنر. ان انت تطلع وتقفل الزوايا على مهاجم كبير زي ليفاندوفسكي، ده التايمنج بتاع محمد الشناوي، سواء في اللعبه الاولانيه اللي جبناها او اللعبه الثانيه. محمد الشناوي احسن جون في مصر واحسن جون في افريقيا طبعا. طيب الصوره اللي بعدها دي اللعبه اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي، ازاي نوير في المباراه، التعليقات ازاي يبقى في نص الملعب وبتاع. هنبص الصور اللي بعدها، بص حضرتك دي كل تحركات نوير او اغري، يعني بعض الصور جبناها من الماتشات الاوروبيه، يعني ده مش جديد على نوير. كل الناس اللي متابعه اوروبا يعني كل الناس اللي متابعه اوروبا هتعرف ان نوير دايما بيبقى. مش معنى كده ان النادي الاهلي ضعيف، لا، هو ده طبع نوير. هم عاملين كده عشان يبينوا قد ايه النادي الاهلي ضعيف، هم عايزين العمل كده، عايز يبين قد ايه. الحقيقه هو اثبت العكس، اثبت حاجه مهمه جدا، ان هو ما يعرفش كويس في الكره الاوروبيه، فيعني كويس ان انت هو متضايق عشان يتعلم. متضايق النادي الاهلي ما خسرش 6 زي ما بقول لحضرتك، هو متضايق. طيب. والله هم كانوا متضايقين ان النادي الاهلي ما خسرش 6. طيب انت خسرت 2 بس، دي حاجه ضايقتهم. طيب اللي بعد كده، الصوره اللي بعد كده ده برده خريطه نوير. بص هتلاقي اتحرك في نص الملعب وحاجات دي، برده الخريطه كانت سنه 2019 2000، يعني من سنه 2019 2020، يعني مش حاجه جديده. الصوره اللي بعد كده دي اخر صوره معانا. دي اخر صوره معانا، وبكده اعتقد ان انتوا اتفضل يا دكتور، يعني اعتقد ان كده كل الامور واضحه للجميع، بما انه احنا بنتكلم ارقام وفيديوهات وصور، مش بنتكلم كده وخلاص مجرد كلام. وعندنا مساحه انتقاد.
اعتقد يعني الناس شافت يعني انتوا كنتوا بتتكلموا على قناه الاهلي مظبوط مش حته ثانيه عشان بس على قناه الاهلي انتقدنا على فكره واتفرجوا على الفقره شافونا انت ما انتقدتش حضرتك انت قلت سلبيات يجب ان يتعلم على فكره انا بقول لك حاجه انا يعني انا عارفها يعني صور مع ان لعيبه النادي الاهلي الحاجات دي متقطع لهم وبيتفرجوا على السلبيات قبل الايجابيات اللي في ماتش مش بايرن ميونخ بس ماتش بايرن وماتش الدحيل وبالتالي كل واحد شايف حاجه شافها ان هو بيعملها غلط اعتقد ان هو هيغيرها خلال الفتره اللي جايه عموما شرفتونا ونورتونا كريم واحمد ودايما الحقيقه مشرفين ومنورين وهارد لك طبعا للنادي الاهلي وهيفضل النادي الاهلي برضه هو كبير افريقيا مهما حد قال اي حاجه ومهما اللي عايز هنقفل اللي فات ده وعندنا ان شاء الله منافسه على الميداليه برافو عليك اهم حاجه نبني للي جاي نبني للي جاي احنا حتى والبدايه من الكلام اللي انتوا عملتوه الكلام ده حتى لو لا قدر الله ما خدناش المركز الثالث احنا عندنا افريقيا وعندنا دوري تخليش الناس تهد المعبد اللي احنا واصلين للطب في كره القدم بالزبط. دي حاجه مهمه جدا حتى مش شرط ناخد ثالث هنلعب وهنعمل وكل حاجه بس ممكن دي كره دي 50-50 انت بتلعب بالمراز البرازيلي يعني بس مش معنى ان احنا نخسر نهد المعبد لا احنا لازم نكمل ونقف وندعم عشان ان شاء الله ناخد الدوري ودوري ابطال افريقيا والكاس ونرجع السنه الجايه في كاس العالم للانديه هنفضل ندعم وهنفضل ما حدش هيهد المعبد لان كل جمهور النادي الاهلي هو جمهور واعي وعارف كويس جدا جدا مهما حصل ايه اللي هيحصل انا ما اعرفش برده ايه اللي هيحصل يوم الخميس نفس الكلمه اللي دايما بنقولها احنا مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل يوم الخميس هل هنكسب هل هنتغلب ما حدش عارف لكن دائما هو جمهور النادي الاهلي الفارق الكبير بين النادي الاهلي واي نادي اخر هو جمهوره وعظمه جمهور النادي الاهلي انا بشكر حضرتك جدا شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معانا شكرا جزيلا يا دكتور احمد على وجودك معانا انا بشكر طبعا كريم سعيد واحمد ثابت الحقيقه دايما بيعملوا لنا حاجات حضراتكم بتشوفوها بالصوت والصوره والارقام والاحصاءات خلينا بقى نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هستقبل اثنين من النجوم الكبار واحد بتاع المانيا بقى يعني هنتكلم برضو عن ألمانيا وإيه اللي بيحصل في ألمانيا هو ابننا طبعا وابن النادي الأهلي ولكن كان إيه اللي بيحصل في ألمانيا وإزاي لعب في هذا المستوى وإيه اللي احنا شفناه مبارح وإيه الأخطاء وإيه السلبيات وإيه الإيجابيات مع واحد من النجوم الكبار النجم الكبير الكابتن سمير كمونة وأيضا واحد من حراس المرمى المتميزين واللي قاعد في ألمانيا أو قاعد في ألمانيا فترة طويلة جدا كابتن إيهاب جلال واحد أيضا من حراس المرمى المتفوقين في نادي الأهلي هنطلع فاصل وبعد الفاصل كابتن سمير كمونة وكابتن إيهاب جلال اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين خلوني ارحب باثنين من النجوم الكبار في النادي الاهلي النجم الكبير الكابتن ايهاب جلال كابتن ايهاب مشرف ومنور الله يخليك كابتن سعيد جدا بوجود حضرتك معانا انا سعيد اكتر اكون معاك ربنا يخليك ايضا النجم الكبير كابتن سمير كمونة كابتن سمير مشرف ومنور حبيبي يا كابتن سعيد ربنا يخليك انا ربنا يخليك كابتن ايهاب يعني خليني ابدا مع حضرتك ومباراه قويه ومباراه تاريخيه للنادي الاهلي ونادي بايرن ميونخ شفت هذه المباراة زي من وجهة نظرك وتعليقك طبعا على محمد الشناوي ومانويل نوير بص يا كابتن اسلام احنا طبعا كلنا زعلانين ان كنا يعني كنا نتمنى ان احنا نبقى الافضل افضل من كده بكتير يعني طبعا احنا كلنا اهلاويه ومتربيين في النادي الاهلي فبنبقى عايزين طبعا اكتر ان احنا نبقى احسن كتير طبعا احنا ابطال افريقيا ابطال الشرق الاوسط ابطال في مصر ابطال في كل حته فاللي احنا شفناه امبارح زعلنا مش عشان النتيجه علشان الاداء ما كانش على المستوى اللي احنا كنا كل الاهلاويه منتظرينه وكل عشاق النادي الاهلي منتظرين طبعا احنا بنلعب فرق كبير فريق كبير بمعنى الكلمه بمعنى كلمه كبير فريق بايرن ميونخ شوف كم مره بطل دوري كم مره بطل كاس كم مره شامبيونز ليج بطل كل الكلام ده كلام جميل وكله حلو جدا واحنا نفس الكلام احنا برضو ابطال افريقيا ابطال في مصر ابطال كل حاجه احنا رقم واحد في مصر وفي الشرق الاوسط انما اللي كان مزعلنا ان اللعب ما كانش على مستوى النادي الاهلي اللي احنا كنا منتظرينه من لعيبه النادي الاهلي او من ابطال النادي الاهلي لان احنا ابطال افريقيا وابطال لازم نكون على 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 مستوى الحدث ده اللي كان مزعلنا بس انما يعني المباراه مشت بايرن ميونخ لعب بمعنى ايه يا كابتن بمعنى انه الناحيه ايه اللي ما عجبتكش الاستحواذ على الكره
معلش ما كانش فيه ضربات ركنيه خالص لينا مظبوط طوال المباراه مزبوط. بالارقام يعني طبعا طبعا. مانويل نويا في اغلب الاحيان ما شفناهوش. احنا كنا في الشوط الاولاني يا كابتن اسلام اول ربع ساعه تقريبا قعدنا نمسك الكره ونبصيها حوالي 10 11 مره. كان في ممكن يعني احنا عندنا ان احنا ممكن نعمل احنا ممكن نقدر نعمل الموضوع بس ده بس في ظل كل ده يا كابتن انت بتلعب مين برضو؟ انت بتلعب فرقه لما حاولت برشلونه ان هي تجاريها اتغلبت 8 بالظبط كده. يعني خلي بال حضرتك دايما انا ما اعرفش هقول لك وجهه نظري انا هسمع وجهه نظرك زي ما انت عايز لكن هي في النهايه انت بتلعب فرقه لو هتجاريها بنفس الشكل وهتلعبها بنفس الشكل اللي انت بتلعب فيه امام اي حد. برشلونه لما عمل كده ما هو ده برضو انا كمدير فني لازم احط كل الحاجات دي في الحسبان مش برشلونه بس برشلونه اتلتيكو مدريد ارسنال كذا فرقه يعني من الاسماء الكبيره صحيح. جدا في عالم كره القدم كلام حضرتك مظبوط جدا بس احنا برضو كنا عشمانين او احنا كاهلاويه عشمانين ان الشكل يبقى احسن شويه. طبعا العقاب بالنسبه لفريق بايرن ميونخ بالنسبه للفرقه بتلعبها بيبقى عقاب عسير وعقاب بالظبط كده كبير جدا بالظبط. بس هو بايرن ميونخ اللي احنا شفناه امبارح لعب على قد المستوى اللي موجود او على قد الحدث اللي موجود. ليه؟ لان انت زي ما حضرتك قلت اما برشلونه حاول انه يجاريه او يهاجم او يهدد مروه مانويل نوير شفت حصل فيه ايه. تمام. انما احنا كنا عايزين بس نستحوذ شويه على الكوره نظهر لبعض كويس ده كل ده كان ما كانش موجود كتير. تمام. انما احنا شفنا لو كنا حاولنا نحاول على الاقل نمسك كوره ونحاول نوصل بس شويه كان ده حصل الشوط الثاني اعتقد حصل بشكل شوية. افضل وشكل احسن بالزبط. ومسكت الكوره اكتر ومسكت الكوره على قد الامكانيات اللي موجوده. انت لما تعرف ان القيمه التسويقيه للاعيبه ريال مدريد للاعيبي بايرن ميونخ 879 مليون يورو طبعا القيمه التسويقيه لعيبه النادي الاهلي 25.5 مليون يورو كل واحد بيلعب على قد امكانياته على قد امكانياته وعلى قد برضه الحاله الجسمانيه والبدنيه كل ده احنا شفنا الفرق بين الجسماني حتى شفنا مانويل نوير والشناوي اللي احنا بنقول على الشناوي اطول حارس مرمى في مصر واعرض حارس مرمى في مصر واقوى حارس مرمى في مصر. أيوة. شفنا مانويل نوير واخد تحته باطه يعني في فرق برضه لان الـ في اوروبا والكابتن سمير يعرف الكلام دوت بيهتموا جدا بالحاله الجسمانيه اللي هي متربي عليها في الناشئين في الناشئين. احنا نرجع هنا للناشئين الناشئين هو الاساس في كل شيء وهو الاختيار طبعا الاختيار اهم حاجه الاختيار يكون الناشئ اللي انت بتختاره. احنا عايزين يعني نربي لاجيال للنادي الاهلي او لمصر فلازم يكون القوه الجسمانيه او الجسماني للطفل او الناشئ يكون مهم جدا يا كابتن اسلام مهم جدا ولازم الاب والام يهتموا بالتغذيه بتاعت اولادهم مش عشان يلعب رياضه لا عشان صحته اصلا من الاول والاخر. انما اللي احنا شفناه الفرق كبير جدا جدا بين الجسمانيه هنا والجسمانيه هنا الحاله البدنيه هنا والحاله البدنيه هنا لان انت ما بتتربى على بالظبط بتتربى على انك انت متربي كويس وطالع متاسس كويس كل ده بيفيدك لقدام طبعا. فده اللي كان ناقصنا بس في الحته طبعا. بتاعت مصر كابتن سمير مدارس بمعنى ان هناك بعض المدارس اللي تقول لك كان لازم النادي الاهلي يبقى يهاجم ويضغط على بايرن ميونخ والكلام ده كله دي مدرسه ومدرسه ليها وجهه نظر او فلسفه زي ما الكابتن ايهاب مدرسه الكابتن ايهاب مثلا خلاص. في مدرسه ثانيه يقول لك لا انا عارف امكانياتي عامله ازاي اقف في نص ملعبي واحاول العب على الهجمات المرتده. حضرتك من انهي مدرسه؟ هو بالفعل ده حصل وهتكلم من وجهه نظر مستر بيتسو موسيماني ان هو بدا المباراه بطريقه 4-2-3-1 ودي الطريقه اللي تتناسب مع النادي الاهلي بس بشروط اللعيبه اللي هي زي كهربا زي قفشه زي الشحات كل ده كان ليهم دور هجومي ودور دفاعي لكن احنا ما شفناش ده معظم اوقات المباراه. انا مدرسه ان هي متفق ممكن تكون قريبه من فكر مستر موسيماني انما كان لازم يكون في ضغط على لعيبه البايرن في نص الملعب اكتر من كده أوكي. لان كهربا ما كانش بيعمل دي وهو بيلعب فيروز صريح وما كنتش اتمنى ان كهربا يبدا في المكان ده كنت اتمنى محمد الشريف يبدا او ولتر بواليا
لان هو فيروت صريح. كهربا بيشتغل من الاطراف اكتر وبيشتغل من العمق كمان كويس قوي، وبيجي مواجه بالكوره للمدافعين لما بيكون قدامه كمان مدافع. فدي وجهه نظر ان هو كان لو بدا بحد في الاثنين دول انا قلت لك عليهم كان ممكن يبقى افضل من كده في الثلث الهجومي للنادي الاهلي، وكان يكون في شراسه هجوميه داخل ال 18 كمان مع شغل حسين الشحات وكهربا لو جه من الاطراف او طاهر ايا كان منهم يكون موجود في المباراه. انما اللي عمله موسيماني ان هو زي ما نقول مسك العصايه من النص، عارف امكانيات لعيبته، لعب بواقعيه جدا على حسب امكانيات لعيبته اللي هي لعيبه النادي الاهلي. امكانيات لعيبته بتتقال لما بيكون في فرقه طبعا قليله شويه بيقول لك انا عندي دي الامكانيات اللي انا بلعب، لا احنا هنا بيبقى الكلام مختلف شويه. ايوه عشان خاطر المنافس، انت خاطر المنافس طبعا بتتكلم في يعني فرق الكواليتي اللاعبين، الاسعار، الاثمان اللي احنا بنتكلم فيها. عشان كده زي ما حضرتك قلت طبعا يعني هو كان واقعي. وعلى فكره اللعيبه نفسها مقتنعه بهذا الكلام، يعني عارف يعني مثلا اي حد في اي مكان من اللاعبين المصريين في النادي الاهلي عارف كويس جدا ان اللي قدامه ده، لكن انا بحاول، انا يعني كلاعب في النادي الاهلي بحاول ان انا اعمل حاجه كويسه، بحاول ان انا اوصل ان انا هاجم، بحاول ان انا اقطع الكره. احنا قطعنا الكره كويس جدا، لكن هي فعلا النقطه دي هي اللي كانت ناقصه، هي دي النقطه اللي كانت ناقصه النادي الاهلي. والنادي الاهلي كان طول عمره يعني مميز، انت شفت ايام مثلا مستر مانويل جوزيه كان احسن جيل بيضغط في نص الملعب، بيستخلص الكره وكمان عنده الميس باس قليل قوي. عشان كده بيبقى عندك مساحه وعندك اختراقات، بتشوف كل النجوم اللي كانت موجوده في الجيل ده كانت بتعمل شغل كويس قوي. فهو ده اللي بينقص النادي الاهلي في الجيل ده، ان هو عنده حته الضغط قليله شويه جدا يا كابتن اسلام. يعني انا لو حته الضغط دي موجوده في في في, في مباراه امس او حتى في الدوري هيبقى افضل من كده. فهي دي مدرسه موسيماني، ان هو زي ما قلت لحضرتك من شويه تلعب فرقة قوية جدا، أتمنى على أعلى مستوى، فرقة بطل أوروبا وبطل العالم، مش بطل أوروبا بس، إنما أول 20 دقيقة هي اللي كانت مش كويسة للنادي الأهلي. يعني ضغطوا علينا ضغط، بيضغط بأربع خمس لعيبة، ليفاندوفسكي وبيبدأ بجنابري وكومان وديفيز ومولر ساعات بيجي من تحت، يعني كل دي. وكيمتش كان يعني محور اللعب في نص الملعب وعامل ربط ما بين الرباعي والخماسي الهجومي، فشكله خطوره عليك قوي من الاطراف والعمق، وقدر ان هو في الدقيقه 17 يجيب هدف. فهي دي اللي اثرت على اداء النادي الاهلي. النادي الاهلي كان خايف شويه عشان كده كان في اداء مذبذب. انما هنرجع للنقطه ان انا بلعب مين برضو، ان بلعب فرقه تقيله جدا بامكانيات، عنده قوه وسرعه ومهاره التهديف، ثلاث حاجات دول بيمتازوا للالمان. فدي كانت نقطه مهمه جدا. لكن النادي الاهلي انا من وجهه نظر ان هو عمل مباراه كويسه قدام فرقه عالميه. شفنا، مش عايز اخش في المقارنات بقى وسكور قبل كده، يعني برشلونه اتغلب 8 وتوتنهام اتغلب 7 وتشيلسي 3، ما هو ده الواقع. انما النتيجه انا شايف ان هي مرضيه جدا بالظروف النادي الاهلي لعب بيها قدام فرقه كبيره. فانا شايف ان المباراه كانت بالنسبه للنادي الاهلي ما كانتش وحشه، كانت كويسه يعني. بس طيب، النادي الاهلي كان عنده افضل من كده طبعا، كلنا متفقين على هذا الموضوع. كابتن ايهاب، محمد الشناوي بقى ومانويل نوير امبارح، شفت الجيم ده ازاي ما بين الشناوي وما بين نوير؟ طبعا مانويل نوير طبعا رقم واحد في العالم، احسن جون في العالم. الشناوي احسن جون في افريقيا، احسن جون في مصر طبعا. اتنين بيلعبوا ضد بعض، حاجه شيء رائع. انا كنت مبسوط جدا ان هما الاثنين بيلعبوا مع بعض. مانويل نوير ما ظهرش كتير في الكادر، يعني ما ظهرش كتير في الكادر. الشناوي تقريبا جات له حوالي بتاع 25 هجمه عليه تقريبا، يعني الشناوي اتعامل مع كل اللعب، كل اللعب اللي اتلعب عليه بحرفيه شديده جدا، وكان متميز جدا. ايوه كعادته يعني. بس انا ليا تحفظ على الجون الثاني، الهدف الثاني. اوكي الهدف الثاني، انا الشناوي انا هتكلم ليه عليه، على الهدف الثاني، لان الشناوي مش دوت تصرفه في الجول الثاني. انا بتكلم من وجهه نظر ان انا مدرب حراس مرمى طبعا، انما الباكات والكلام ده كله شيء ثاني. الهدف الثاني، اما الكره اتلعبت لسانيه، الكره
بين خط ال 18 لجوه وبين ال 6 يارد. الشناوي فين موقعه من الـ من الـ من الموقف ده بالظبط؟ لازم يكون في التلت الاولاني جوه العارضه جوه القائم التلت الاولاني، عشان لما الكره تتلعب هياخد خطوه او خطوتين بالكتير جدا، لان الشناوي طويل هياخد الكره سهله جدا، لان انا عارف الشناوي بيتحرك ازاي او بيتعامل ازاي. انما ان انا شفته امبارح ده مش موقف الشناوي او ده مش شغل الشناوي. ايوه. انما خطا وارد طبعا مفيش كلام، لازم الباكات طبعا تساعد، انما انا بتكلم على وقفه الشناوي من اول ما اتلعبت الكوره. صعبه قوي يا كابتن. هي صعبه بس هو اللي صعبها يعني ليه يا كابتن اسلام؟ بس انا بشوفها صعبه جدا. صعبه جدا ليه؟ لان انا كمان كباك رايت، خلي بالك برضو خليك معانا يا كابتن سمير، انا كباك رايت بشوف ان هي اترفعت بطريقه صعبه جدا، يعني اساسا الكره نفسها ان هي تترفع بهذا الشكل. طبعا قدرات كمان. نعم؟ ده بيمينه هو شو لعبه بيمينه، راحت قدرات غريبه جدا، يعني هي راحت غريبه برضه، يعني هي ما تمشيش كده ابدا، ما تمشيش كده. بس انا هقول لحضرتك يا كابتن اسلام، لو الشناوي واقف مظبوط هتبقى الموضوع سهل. ليه؟ لان هو كان لازم احنا كان مدرب حراس مرمى او حارس المرمى بنقسم المرمى لثلاث اتلات. اوكي. التلت الاولاني، الثاني، الثالث. الكره جت فين؟ جت في التلت الثالث، مش بره القائم على العارضه البعيده لفاندوفسكي. جت فين بالظبط؟ جت فين؟ في التلت الاخراني من المرمى. الشناوي لو كان واقف في التلت الاولاني كانت سهله جدا، لان ده بيتمرن عليها، ده طبيعي جدا. بس صعب. هي صعبه. انا عارف انها صعبه. انا اسف يعني مش مقتنع بالكلام ده. ليه؟ لانه الكره يعني مجرد ان هي عدت الشناوي، حتى لو واقف تحتها، حتى لو واقف تحت ليفاندوفسكي هتخش جوه. ما احنا بنتكلم فيها يا كابتن سامي، هتحطها عكسه على الاقل. تمام، برافو عليك. لا صح، انت كلامك مظبوط جدا. بس انا بتكلم كمدرب ان انا بشتغل صح. انا اشتغل صح والتوفيق بتاع ربنا. أوكي. يعني لازم اشتغل صح. يعني مثلا في اللحظه دي الشناوي ايه اللي خلاه كمان صعبت عليه؟ ايه اللي خلاها صعبه عليه؟ ان هو الكره عند كابتن سمير كده، هو واقف كده بوشه، وده خطا كبير. المفروض ان هو يقف بميل بميل عشان ياخد الخطوات المقصيه، يطلع ياخد الكرة. دي سهلة، إنما هي صعبة بالنسبة للموقف اللي هو كان واقف فيه الشناوي بالظبط. أوكي. إنما أنا أقدر أقول الشناوي كده لأن مرنت الشناوي، عارف طبعًا. عارف هو بيتحرك إزاي. إنما هي صعوبتها في وقفتها من الأول. أوكي. إنما صعبة جدًا الكرة، طبعًا صعبة جدًا. يعني أنا بقول لك أنا باك رايت. أنا باك رايت، يعني أنا باك رايت وبلعب بيميني يا كابتن سمير. بالظبط. الكرة تجيلي كده إن أنا ألحقها قبل خط المرمى. صعب. وارفعها من فوق الشناوي، صعبه جدا، تنزل على دماغ يعني واقف لوحده، وعايزه قدرات تغطيه برضو، لازم رقابه. لكن انا بتكلم على ان الاوفر نفسه صعب جدا. صعب جدا. صعب جدا. ساعدت ومشيت كويس جدا. نعم. وتكنيكها حلو جدا وماشيه مظبوط جدا. يعني ما كل حاجه في الكوره كانت حلوه. بس انا بتكلم انا كمدرب حراس مرمى لازم اعمل ايه؟ لازم تقول بس إيه؟ انما الكوره صعبه جدا. انما انا بتكلم لو الشناوي واقف في الحته دي ممكن يقدر يجيبها، ممكن وممكن لا، مش عارف. انا بشوفها صعبه. يا ماشي. اوكي. اوكي. طبعا انت اضعف. بس انا بقول لك انا بشوفها اصعب. انا بشوفها يعني حتى ليفاندوفسكي لو واقف والكره جايه له والشناوي راح معاها كانت واقف فاضي خالص. هو واقف فاضي خالص وعملها يا دوبك وجهها. ما عملش حاجه. انما هنا برضو النقطه، هنا برضو يا كابتن اسلام لازم يكون في رقابه دفاعيه داخل ال 18 او التمركز السليم من ناحيه دفاعيه، بالاضافه كمان الراجل اللي كان مع سانية، مش فاكر كان مين، ياسر كان ياسر إبراهيم كان يحط رجله يتصدى للكره شويه، ان هي ما بين هتطلع ومش هتطلع، كان ركز اكتر، وان هو كان طلعها. بالظبط كده، كان ممكن تصدى ليها، ما كانتش اتعملت. بس انا ياسر ابراهيم فاجئني الحقيقه بمستوى رائع في هذه المباراه، على الرغم من بقاله فتره كمان ما بيلعبش، فان هو ينزل ويظهر بهذا المستوى اعتقد ده شيء رائع. عمل مجهود جبار طبعا، ولعب في فتره كانت صعبه جدا، انت بتخش على فرقه محترمه جدا مع هجوم يعني شرس فيه سرعه وقوه وناس على اعلى مستوى، وانا اتفاجئت بصراحه. انما هو عمل مباراه كويسه جدا، بالاضافه كمان لايمن اشرف. طبعا ايمن اشرف الحقيقه انا عايز احييه ان هو لعب في مركزين في 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 في, في 70 دقيقه، مكان علي معلول لما اتعور طلع سد الثغره اللي كانت موجوده. الشوط الاولاني كمان ابتدى يقفل كمان ويشتغل نواحي دفاعيه وهجوميه بعد اول 10 دقايق لما طلع علي معلول، لا لعب في الحتتين كويس قوي، وانا شايف ان هو كمان ماشي بشكل كويس في حته المساك، يعني هو من افضل المساكين الموجودين في مصر دلوقتي، والناس كلها بتتكلم عليه كويس، ربنا يوفقه، وانا شايف ان هو بيقدم اكتر مكان يعني الحقيقه.
طيب من ناحيه خط الدفاع يا كابتن، شفت خط الدفاع في المباراتين بقى الدي حلو والبايرن ازاي؟ المباراه الاولانيه قدام الدي حلو كان الخطوط متناسقه وفي ما فيش جاب ما بين الخطوط، ودي كانت شيء جيد جدا، خصوصا ان كان في رقابه دفاعيه وفي يعني زي ما بيقولوا تفاهم وفي ربط ما بين المدافعين والباكين اللي على الاطراف، كان ما استقبلتش اهداف والمباراه خرجت 1-0 والناس كانت حالتها كويسه جدا. المباراه الثانيه النادي الاهلي كان بيلعب الدفاع متاخر شويه، فدي اثرت على اداء النادي الاهلي واثرت على حاله النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي اول 45 دقيقه. انا شايف ان الشوط الثاني كان افضل شويه لما المدافعين ابتدوا يطلعوا نص الملعب شويه، ابتدينا نشوف يعني تحرر ايمن اشرف شويه ومحمد هاني اللي كان متالق المباراه دي عكس المباراه الاولانيه، وانا شايف ان الرقابه الدفاعيه كانت المفروض يهتموا بيها اكتر من كده. مباراه بايرن اللي هو التمركز الدفاعي والرقابه الدفاعيه داخل ال 18. تمام. طيب كابتن ايهاب، على الجانب الاخر بقى خلينا ناخد النواحي الايجابيه في هذه المباراه، النواحي الايجابيه اللي انت شفتها بلاش في مباراه البايرن، في المباراتين. بس انا عايز اقول حاجه بس يا كابتن اسلام، عايزين برضو نلتمس العذر للعيبه لان دي كلهم اول مره يلعبوا في كاس عالم، دي اول مره اللعيبه دي قدام جمهور، خلي بالك قدام جمهور بقى لنا كتير جدا ما بنلعبش قدام جمهور حتى لو 10-12 ألف بالظبط كده، انما نلتمس لهم برضو العذر ان هم اول مره يلعبوا كاس عالم. يمكن شناوي بس الوحيد او حاجه كده. خلي بالك عليك، احنا في 2005 لو تتذكر يا كابتن سمير. رحنا وخدنا ستة. الناس كانت متخيله ان احنا او جمهور النادي الاهلي زي 2006 نعم البرونزيه في 5، انا بتكلم في 5 قبلها وصلنا سادس. صح. احنا خدنا سادس، غلبنا المباراتين اللي لعبناهم وخدنا سادس. صح في خلاص لعيبه النادي الاهلي قعدوا ومع مانويل جوزيه مع الاداره في الوقت ده مع كل الناس وحاولنا طبعا وموتنا نفسنا في البطوله الافريقيه، خدنا صحيح. البطوله الافريقيه 2006 رحنا قلنا لا عندنا خبره بقى من السنه السابقه، وخلي بالك انت برضو النادي الاهلي بقاله 7 سنين بعيدا عن هذه البطوله، وبالتالي اجيال كتيره قوي في السبع سنين دي حصلت. انتوا لعبتوا 2 كاس عالم ورا بعض فاخدتوا الخبرات من المره الاولانيه. طبعا دي ميزه، سبع ميزه طبعا 7 سنين ما بنروحش واللعيبه دي اول مره تلعب كاس عالم قدام جمهور وقدام فرقه كبيره جدا زي بايرن ميونخ، فطبعا نلتمس العذر بس الموضوع ده اللي ممكن يكون الايجابي في الوضع كله. انما انا شايف السنه الجايه ان شاء الله نحصل على بطوله افريقيا ونروح كاس عالم، هيبقى الوضع مختلف تماما بالظبط زي ما حصل معاكم في 2005 و2006. وهي تجربه برضو لانه انت تجربة. سبع سنين بعيد عن، وان انت برضو كونك تشارك في هذا الحدث العظيم وهذا الحدث صحيح. الكبير وتلاعب بطل اوروبا احسن فريق في العالم صحيح. واعتقد ان ده برضو يديك ثقه وحب في وفخر بالنادي الاهلي. طبعا اكيد طبعا. وغير كده كابتن اسلام برضو موضوع الكورونا والكلام ده برضو مأثر على اللعيبه، مأثر على كل الدنيا. يعني انا شايف ان الحاجه الوحيده الايجابيه في الموضوع ان احنا رحنا كاس عالم، اللعيبه ابتدت تاخد خبرات، اللعيبه ابتدت تلعب، اللعيبه ابتدت تاخد يعني وضع تاني من اللعب غير الدوري المصري غير بطوله افريقيا، لعبت كاس عالم، تنظيم اكثر من رائع، بتقابل فرق كبيره جدا. يعني الماتش الجاي ان شاء الله على الثالث والرابع ان شاء الله نلعب بالميراس، فرقه قويه جدا. وعلى فكره بس انا عايز اقول حاجه، فرقه بالميراس جايه عشان تاخد كاس عالم بالظبط، يعني لازم برضه هنتكلم في النقطه دي، ولكن خلينا نروح لواحد من المعلقين الكبار في مصر وفي العالم العربي، كابتن عصام عبده. يا كابتن عصام ازي حضرتك؟ مساء الخير يا كابتن اسلام، ازاي صحتك؟ وحشني جدا، وبمسي على الكابتن سمير وعلى الكابتن ايهاب. يا كابتن الله يخليك حبيبي. كابتن الله يخليك يا كابتن عصام. يعني كابتن عصام، طبعا العالم كله يتحدث عن المباراه التاريخيه امس الحقيقه ما بين النادي الاهلي ونادي بايرن ميونخ. من وجهه نظرك كمعلق كبير، شفت هذه المباراه ازاي؟ والله يا كابتن اسلام، اللقاء طبعا والبطوله بشكل عام زي ما حضراتكم تحدثتوا فيها مكاسب كبيره، وفي نقط طبعا ده الاهم، ان احنا نحط ايدينا على النقط وعلى الفروق اللي موجوده. النادي الاهلي يعني الفريق يمكن العربي الوحيد اللي عنده امكانيات الظهور والتواجد في البطولات الكبيره اللي زي كده، لما تملكه يعني قيمه ونوعيه وعقليه اللاعب اللي بيلعب في النادي الاهلي. طبعا المباراه فيها فروق كبيره جدا يا كابتن، لازم نعترف بيها طبعا
والفروق دي خلي بالك كابتن اسلام بتبقى من المراحل الناشئين، من التغذيه، من الفرق الكبيره اللي زي بايرن ميونخ دي شغاله بشكل علمي كبير جدا من عام 2000، وحتى لما وصلوا كاس عالم وخدوا بطولات كاس عالم بيشتغلوا بشكل علمي كبير جدا. هو ده اللي ينقصنا كلنا في الوطن العربي. حتى الانديه بتاعت اسيا والمنتخبات بتاعت اسيا لما تيجي تلعب ضد اليابان، ضد استراليا، ضد كده، الفروق الشخصيه كابتن اسلام دي بتفرق. هو ده اللي المفروض نبني عليه في الفتره اللي جايه. لكن المجموعه الحاليه كسبت مكاسب كبيره جدا، تلعب قدام فريق افضل فريق في العالم، وفريق يعني بيعرف الكره الثانيه. انت لو تلاحظ الشوط الثاني يعملها على اي فريق في العالم، مش على الاهلي بس. فالنتيجه طبعا والاداء مشرف جدا. انا بشوفه مفيش مشكله زي ما الناس بتتكلم، لا موسيماني ولا كهربا ولا مشاركه، دي قدرات ودي امكانيات ودي محطات. حتى افضل فرق في الوطن العربي ما تقدرش تلعب ضد البايرن غير باعلى مستوى زي النادي الاهلي لعب بيه. ايوه طيب كابتن عصام، يعني المباراه طبعا كان فيها نواحي سلبيه ولكن ايضا كان فيها نواحي ايجابيه. انا لسه كنت بسال الكابتن ايهاب والكابتن سمير على النواحي الايجابيه، من وجهه نظرك ايه النواحي الايجابيه اللي ناخدها عشان نقدر نبني عليها بقى خلال الفتره اللي جايه ويصبح النادي الاهلي او يكمل النادي الاهلي مشواره سواء في البطوله الافريقيه اللي هتبدا ان شاء الله الشهر اللي جاي، وبعد كده يكمل في الدوري ويرجع تاني كاس العالم للانديه السنه الجايه. اول حاجه كابتن ان النادي الاهلي مجموعه اللعيبه دي ما لعبتش تحت ضغوط زي الفتره دي. حضور جماهيري، ضغوط، مشاركه مع انديه بهذه القيمه. ما تنساش برضه ان فريق الدحيل في مجموعه كبيره جدا من اللعيبه الممتازين ككواليتي وكامكانيات وكقدرات. أيوة. والكره على فكره في منطقه الخليج اتطورت بشكل كبير جدا على المستوى التكتيكي والمستوى التكنيكي. وده اللي المفروض احنا في مصر نشتغل عليه بشكل كبير جدا، ان احنا نقوي الحته بتاعه الجزء العلمي ده. المانيا زي ما انت عارف دايما بيشتغلوا بحث علمي، حتى بعد كل بطوله عالم بيشتغلوا بشكل علمي. أيوة. احنا في فوائد كتيره جدا كابتن اسلام. اول حاجه ان الرهبه راحت من مجموعه اللعيبه دي، وبنقدر نقول ان هم قربوا بشكل كبير جدا ان هم يبقى تيم عنده حاله جماليه جماعيه كويسه، ويحصل فيه نوع من الاستقرار ويحصل فيه نوع من الاداء. واحنا شفنا الحمد لله الاهلي عنده مجموعه لعيبه كويسه جدا جدا، وفي الظروف الصعبه اللي زي كده، لان ماتش بايرن ميونخ ده ماتش صعب جدا جدا على اتخن واعظم فرق العالم. فالمكاسب الكبيره جدا لما شفنا حتى ان علي معلول خرج، شفنا ايمن اشرف في الداك ليفت، شفنا هاني عمل ماتش كبير جدا بيلعب قدام افضل ثلاثه يمكن في العالم في ناحيه الليفت. لا مجموعه كبيره جدا ومكاسب كبيره جدا للنادي الاهلي كعاده كل. لكن انا عايز ابعت رساله كابتن. اتفضل يا كابتن. احنا لازم نقف ونشتغل كلنا في مصر على موضوع البحث العلمي في الكوره. شوف انت النهارده في فريق بايرن ميونخ في عمليه الضغط، في عمليه الثلاثه اللي بترحلوا في كل مكان، في السكند بول بياخدوها مننا، دي فرق قدرات، في فرق قدرات بدنيه، في فرق قدرات تحوليه. البايرن ده في راجل دكتور فيزياء، وفي راجل دكتور بيولوجي بيشتغلوا بشكل علمي غير طبيعي. عشان كده بتلاقي الفروق دي دايما زي ما قلت لك، ان احنا لازم ان شاء الله في المشاركات اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي يكون عنده طموح باذن الله تعالى، ان الاهلي الاحساس بالخساره قدام البايرن ميونخ هي دي عظمه النادي الاهلي، ان انت حاسس ان انت خسران من فريق البايرن افضل فريق في العالم، لكن زعلان برضه من الخساره. المنتاليتي والعقليه دي ما بتلاقيهاش موجوده عند حد كتير جدا من الفرق العربيه بصراحه. فعشان كده الناس كان طموحها كبير جدا، ولا زال ان شاء الله قدام بالميرس ان احنا نعمل ماتش كويس جدا، والنادي الاهلي ان شاء الله يعمل نتيجه ايجابيه كويسه، وان شاء الله في الفتره اللي جايه الاهلي افضل واحسن في مشاركاته الجايه ان شاء الله كابتن اسلام. كابتن عصام، اخيرا ماذا قالت وسائل الاعلام عند حضرتك في عن هذه المباراه، مباراه الاهلي وبايرن ميونخ، وماذا قالت عن المباراه القادمه للنادي الاهلي؟ والله هم بيتكلموا طبعا على اساس ان الاهلي طبعا ادى اداء مشرف جدا جدا في قدام بايرن ميونخ، ونتيجه 2-0 طبعا انا عارف ان كل جمهور الاهلي مش راضي بيها، هي خساره في الاول وفي الاخر، لكن الاهلي عنده شعبيه كبيره جدا في الوطن العربي، والناس كانت كلها بتشجع، كل الوطن العربي كان بيشجع النادي الاهلي. اتكلموا عن اداء المشرف بتاعه، واتكلموا على اداء معظم اللعيبه، اداء رجولي واداء يليق بالنادي الاهلي وبشكل النادي الاهلي وبامكانيات النادي الاهلي، حضور جمهور النادي الاهلي في التوقيت دوت ومؤازره النادي، اتكلموا عنه بشكل كويس جدا جدا، واتكلموا دايما على احترافيه النادي الاهلي. النادي الاهلي في منطقه يعني في منطقه مميزه جدا جدا يا كابتن، دايما هو عنده حتى من لحظه قدومه ووصوله لقطر وهو فريق بشكل عالمي، تحس ان الميلان، تحس ان الانتر، ففي شويه حاجات صغيره كده بس ان شاء الله نشتغل عليها وتبقى الامور تمام التام. لكن الاهلي طبعا زي ما قلت لك اشادوا بيه في الصحف الاماراتيه هنا بشكل كبير جدا، وفي مؤازره وفي مسانده كبيره جدا جدا للنادي الاهلي ان شاء الله في لقاء بالميرس، ان هم ان شاء الله يمتعونا ويقدموا مباراه كره قدم كبيره جدا تليق بالنادي الاهلي
صاحب ال 140 بطوله اللي يفضل طبعا ريكورد صعب جدا على كل الانديه، ويكفي اشاده معظم حتى اللعيبه الالمان بفريق النادي الاهلي وبامكانياته وبقدراته. لكن اللي انا عاوز اقوله للناس ان الاداء بالنسبه للاهلي ده اداء مشرف جدا جدا، ومحدش برضه يعني يتحامل على الجهاز الفني ولا على اللعيبه، لان دي قدرات وكره القدم. انت كنت لعيب كبير يا كابتن اسلام وجيل عظيم، ولعبت على مستوى ليفل 1 في كره القدم في افريقيا وفي الوطن العربي، ففي قدرات في كره القدم. دي الناس لازم تعرف الامكانيات ديت، ولازم نبقى واقعيين جدا جدا في كل شيء بصراحه. اخيرا يا كابتن عصام، معلش انا يعني طولت معاك شويه، ولكن لا ابدا انا عايز اعرف برضو وجهه نظرك في البطوله بقى بشكل عام، ومين اللي يقدر يكسب من بايرن ميونخ وتجريز اونال؟ والله يا كابتن اسلام، البايرن طبعا هو مرشح بقوه كبيره جدا. خلي بالك فريق تجريز فريق هيتعب جدا بايرن ميونخ، لان عندهم اثنين سنتر باك كويسين جدا، او الخط الدفاعي كله بشكل كبير جدا عنده اداء كويس. عندهم جانياك اللعيب هايل جدا جدا جدا، عندهم الاب ليفت رقم 23 هايل، لعيب كولومبي ممتاز جدا، عنده سرعات وعنده اداء كويس. وزي ما قلت لك هم على الجهد البدني هيبقوا اقوياء جدا قدام بايرن ميونخ، فرقه برضه عندها استقرار فني كويس، وعندهم مدير فني برازيلي ممتاز جدا، برغم ان الحقيقه يعني فريق بالميرس كان عنده مدرب برتغالي هايل جدا، مدرب كان باك رايت بتاع منتخب البرتغال من المدربين الكويسين حتى كان في ادائه مع نادي باوك، لكن خسارته برضه خساره كانت مفاجاه جدا. لكن ماتش البايرن قدام تجرس هيكون صعب جدا جدا، لانه زي ما قلت لك فرقه عندها حارس مرمى كويس، عندها اثنين سنتر باك كويسين، عندها مجموعه كويسه جدا من اللعيبه، هتعمل مشاكل كبيره لفريق بايرن ميونخ. لكن يبقى الترشح والترشيح اكثر طبعا بنسبه مش اقل من 70 30% يا كابتن، لان البايرن يملك ما لم يلوك، يعني يملك ما لم يملكه الاخرون في العالم بصراحه. نادي بايرن ميونخ فريق عنده كل اوصاف كره القدم الحديثه، والتطور القوي، الاجزاء البدنيه، الامكانيات، اللعيبه البدلاء، الصبغه الالمانيه والسيستم الالماني للاهلي دايما يعني قريب جدا من الشبه فيه. فدي كل دي بتقابل مشاكل جدا وبتقابل صعوبات على اي فريق في العالم، لانه فريق السنتر باك بتوعه والاثنين مدافعين بتوع البايرن يا كابتن اللي اتفرج على ماتش الاهلي معظم الوقت كانوا كلهم في نص الملعب. مزبوط. نفس الكلام هيعملوا نفس الكلام ده مع فريق تجريس، وهيقابل مشاكل كبيره جدا ان شاء الله. انا بشكرك، شرفتنا ونورتنا يا كابتن عصام، ودايما الحقيقه بنستمتع بيك كمعلق وكصديق وكزميل عزيز. انا بشكرك شكرا جزيلا الكابتن المعلق الكبير الكابتن عصام عبده، شكرا جزيلا. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع نجومنا الكبار كابتن ايهاب جلال وكابتن سمير كمال. نال الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إشادة كل وسائل الإعلام المحلية والعالمية رغم الخسارة من بايرن ميونخ بهدفين في نصف نهائي بطولة العالم للأندية. وقدم لاعب الفريق الأحمر أداء بطوليا في المباراة التي جمعتهم مع بطل أوروبا وأحد أهم الفرق في العالم، بل أقواها فعليا خلال الوقت الحالي، قياسا بنتائجه مع فريق بحجم برشلونة الذي فاز عليه 8-2 وقهر توتنهام 7-2 وقبلها 3-1 وعلى تشيلسي 4-1 بجانب نتائجه الكبيرة في الدوري الألماني. تألق كل اللاعبين بدون استثناء، فكان الشناوي كعادته عملاقا، وبنون سلطانا للدفاع، وأيمن أشرف أسطوريا في قلب الدفاع، ثم الظهير الأيسر بعد إصابة التونسي علي معلول، وعاد محمد هاني لنسخته الأوروبية بعد أن تفوق على نفسه ونال إشادة فيليك نفسه. السلية وحمدي فتحي والشحات وكهربا وطاهر وديانج وياسر إبراهيم لم يقصروا ولعبوا على أفضل ما يكون تحت قيادة موسيماني. فيليك خرج بعد المباراة مشيدا بالمارد الأحمر وجماهيره، وقال توماس مولر نجم فريق البافاري إن الأهلي مثل بايرن ميونخ في مصر، وكان ندا قويا لنا. فيما قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: أداء عظيم من أبطال إفريقيا أمام البايرن، جعلتمونا فخورين، فلتستعدوا للمباراة القادمة. وقالت صفحة فيفا على تويتر: إن الأهلي قدم أداء رائعا ضد فريق استثنائي، وإن لاعبي الأهلي عليهم أن يكونوا فخورين بهذا الأداء. وعلق الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية بموقع إنستغرام على صورة لمحمد هاني خلال أحداث المباراة: لقد حاربتم بشجاعة، الأهلي يلعب في مونديال العالم مع كبار القارات،
في منافسات أخرى ومستويات كبيرة. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن سمير اجي مع حضرتك واقول يعني التجارب القويه اللي خاضها النادي الاهلي في المونديال هل من الممكن ان تؤثر ايجابا على الفتره القادمه للنادي الاهلي ما بعد المونديال يعني؟ لا بالعكس، انا وجهه نظر ان هو اكتسب احتكاك قوي جدا اعلى ليفل في العالم مع يعني اقوى فرقه بطل اوروبا وبطل البونزليجا، فبتهيالي من وجهه نظري انا يعني شايف ان النادي الاهلي استفاد كتير جدا من مباراه الدحيل. عرفنا مستوانا فين، وبعد كده نقله تانية لفرقه البايرن، عرفنا المستوى الاوروبي، واحنا كبطل افريقيا لا النادي الاهلي استفاد وهتديله دفعه لقدام في مباراه افريقيا ومباراه الدوري. النادي الاهلي لما يرجع مصر عنده مباراتين مؤجلين، لو كسبهم هيبقى متصدر الدوري، فهتدي له دفعه، وانا شايف وحاسسها في لعيبه النادي الاهلي لما يجوا هيبقى في فروقات فرديه ما بينه وما بين لعيبه الدوري عاليه قوي. بمعنى انت خلاص احتكيت بـ 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 بفرقه قويه جدا، بطله اوروبا وبطل الدوري الالماني، فانا خلاص احتكيك بقى السرعه والقوه والفكر والتحركات بالكوره ومن غير الكوره، فدي هتنعكس عليا بعمليات ايجابيه. هتشوف انت بقى المستوى الاقل في بطوله الدوري هتحس بقى بالفرق هنا. انا خلاص وصلت لاعلى ليفل. نفس الشيء برضو في بطوله افريقيا، النادي الاهلي مطالب الفتره اللي جايه ان هو يحتك بمباريات وديه زي المستوى فرقه بايرن، هتساعده جدا ان هو يبقى عنده احتكاك قوي يعني. حتى لو اتغلبت ما فيش مشكله، النتيجه أيوة. ملهاش علاقه بالماتشات والاحتكاك اللي هي بتبقى ماتشات وديه، يعني ما بترتبطش بالمدير الفني ان هو بالنتيجه، لكن بيهتم بالاحتكاك وبيهتم بالمنافسه الشريفه بسرعه بالظبط كده. يعني انت بتطور، وعندك كمان مدرسه المانيه زي فرقه البايرن عندهم وعي تكتيكي يعني، ونوعيه اللعيب لعبت سنتين ولعبت قدام البايرن، فرقه من الفرق الصعبه جدا نهاب. طبعا كابتن نهاب تملي يعني ما تعرفش هم بيلعبوا ازاي. وبعدين كمان انت بتتكلم في الجيل ده كل واحد فيهم بيحمل الرقم تقيل، يعني ليفاندوفسكي ب 60 مليون يورو صح. انت بتتكلم في جنابري 90، ساني 70، كومان 40، ديفيز 80 مليون، مولر 40، كيميتش 85، انت بتتكلم في قيمه ماديه او تسويقيه بالنسبه لفرقه بايرن دي من اعلى الفرق اللي موجوده في اوروبا. وكمان يا كابتن ايهاب انت عارف لعبت في المانيا وعارف ان هم يعني من اقوى ست فرق على مستوى العالم صحيح. من الناحيه الماديه وكاستاد ألز مارينا، يعني عاملين حاجات رهيبه، فهم من التصنيف في الفرق العالميه سادس او خامس من اغنى الانديه اللي موجوده في العالم صحيح. فدي برضو انت يعني ما يعني فرقه محترمه جدا، وانا شايف النادي الاهلي فعلا استفاد من المباراه دي يا اسلام. استفاد. طيب كابتن ايهاب خلينا بقى ننتقل الى الجانب الاخر، عندنا مباراه يوم الخميس القادم مع فريق كان جاي زي ما حضرتك قلت لي ما بين الفاصل ان هو كان جاي متوقع انه هيلعب النهائي صحيح، فهتبقى مباراه صعبه جدا ان انت تلعب هذه المباراه في ظل كمان ايقاف دلوقتي حسين الشحات وكهربا وعدم لحق علي معلول لغايه دلوقتي، او فرص ضعيفه للحق علي معلول بناء على الكلام اللي جاي لنا من زميلنا امير هشام من هناك، وبالتالي عندك غيابات، ولكن في نفس الوقت انت النادي الاهلي. طبعا هاخد من كلام حضرتك وكلام الكابتن سمير ان وقف كهربا وحسين الشحات طبعا خساره كبيره جدا للنادي الاهلي، خساره كبيره، لان اي لاعب مش هيلعب المباراة أو بعيد أو إيقاف أو الحاجات دي كلها بتأثر على الفريق. طبعا إحنا النادي الأهلي طبعا واحد أو اتنين ما يأثرش على الفريق، بس أنت بتلعب في بطولة مجمعة. البطولة المجمعة دي أنت محتاج كل عنصر من اللاعب من اللعيبة فيها، فطبعا فرقة قوية جدا بالميراس، إحنا شفناها كذا مرة في كاس عالم، بتلعب على طول نهائيات، فرقة من الفرق القوية البرازيلية. وانا شايف من وجهه نظري ان المباراه دي هتبقى صعبه جدا اكتر من فرقه البايرن، بس انا شايف ان النادي الاهلي قادر انه هو
يقدر يعني يجتاز هذه العقبة. لأن أنا شايف أن النادي الأهلي خد خبرة كبيرة جدا من مباراة بايرن. كل اللعيبة على قلب رجل واحد، خدوا خبرة كبيرة جدا من الفريق. يعني أنت بتلعب أكبر فرقة في العالم، ما فيش أعلى من كده. فأنت ما هتلعب أي حد تاني هتكون الموضوع بالنسبة لك أسهل شوية. انا شايف ان المباراه هتبقى صعبه، المباراه هتبقى كويسه للنادي الاهلي، وانا شايف النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله هياخد المباراه في صالحه، وهيكون ان شاء الله المركز الثالث بالنسبه لنا مبشر يعني ان شاء الله. يعني انا بنتمنى يعني. طيب كابتن سمير، برضو فريق بالميراس من الفرق القويه في امريكا الجنوبيه، هو بطل امريكا الجنوبيه الحقيقه، واحد من افضل الفرق. كيف تتوقع هذه المواجهه في ظل ان انت خارج من مواجهه صعبه جدا وفي نفس الوقت مغلوب؟ هي مباراة بايرن هتفيدني كتير جدا ان انا قدام بالميراس، طبعا فرقة محترمة جدا، وهم اتصدموا الحقيقة من بداية البطولة ان هم ما لعبوش نهائي او كانوا جايين يلعبوا على البطولة يا كابتن هاب. فدي كانت نقطة مهمة جدا بالنسبة لهم، لكن اتصدموا وخرجوا من المباراة النهائية. هيقابلوا نادي الاهلي برضو، نادي كبير بطل افريقيا. المباراة هتكون صعبة على الفرقتين يا كابتن اسلام. انا شايف ان الكرة البرازيلية او امريكا الجنوبية مختلفة عن الفرق الالمانية او الكرة الالمانية. يعني هم بيهتموا بالمهارة اكتر والتحركات من غير الكرة، لكن العامل البدني ما بيبقاش قوي قوي زي الفرق الالمانية او الفرق الاسبانية او الانجليزية. فانا النادي الاهلي لازم يكون عنده تارجت المباراه دي. يعني التارجت بتاع النادي الاهلي ان احنا داخلين من اول المباراه ان احنا خلاص مركز ثالث ان شاء الله، كلنا متفائلين بالكلام ده واتكلمنا فيه قبل كده. انما دي بقى يعني رغبه اللاعبين، لازم اللعيبه تكون حالتها كويسه وكله عنده هدف ان هو يكسب المباراه، يكون مركز من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. طبعا يعني كهربا والشحات هيأثروا ان هم ما يكونوش موجودين مع النادي الاهلي، ان هم في التشكيله الاساسيه ومستر موسيماني يقدر يعتمد عليهم من الناحيه الهجوميه، لكن ممكن يبقى في البديل ان هو يخش مكانه زي محمد شريف، ممكن يكون فريد صريح، وطاهر يلعب ناحيه اليمين وصلاح محسن ناحيه الشمال وقفشه من وراهم. دي ممكن يكون الثلاثي او رباعي الهجومي اللي النادي الاهلي ممكن يبدا بيه في ظل غياب كهربا وحسين شحات. تمام. طيب كابتن إيهاب، يعني هل الأهلي ممكن يعاني إجهاد في هذه المباراة؟ بمعنى أنه بذل، خلينا بقى نروح للجانب البعيدا عن نفسيا، يعني بذل مجهود كبير في مباراة البايرن، هل من الممكن هو يعاني في هذه المباراة؟ هو بذل مجهود، بذل مجهود كبير جدا. إنما أنا شايف أن النادي الأهلي نادي كبير، يقدر يعمل كفرنج للعيبة، يقدر يريحهم مظبوط، اللعيبة تقدر تخرج من المباراة اللي بتاعت البايرن للمباراة المركز الثالث. أنا شايف طبعا المجهود كبير جدا اتعمل، إنما ده النادي الأهلي واخد على المجهود الكبير وبتسافر وبتيجي وبتلعب كل 3 أيام مباراة، دي خلاص النادي الأهلي خد على الموضوع. أنا شايف أن النادي الأهلي خلاص هو طوى صفحة بايرن ميونخ، ابتدى يفكر في المركز الثالث ان شاء الله، لانك انت برضه هتلاعب فرقه قويه ان شاء الله. هيكون بعيد خالص عن الاجهاد ان شاء الله، كل اللعيبه عملت كفرنج وارتاحت، وطبعا في عناصر جديده هتخش زي ما الكابتن سمير قال، مكان كهربا ومكان الشحات. اللعيبه اللي هتخش طبعا تكون مرتاحه، اللعيبه اللي لعبت ان شاء الله تكون عملت كفرنج كويس واستشفى كويس ليهم ان شاء الله. لا ما اعتقدش ان هيكون في اجهاد، ان شاء الله هيخشوا المباراه باسلوب جديد، باسلوب ان لازم اكسب المباراه عشان ادخل اخد المركز الثالث، وده شيء رائع وان شاء الله يكون انتصار حليفنا ان شاء الله يعني. يا رب ان شاء الله. طيب خلينا نطلع عبر سكايب مع الناقد الرياضي الاستاذ صابر الغراوي. استاذ صابر ازاي حضرتك؟ مساء الخير كابتن اسلام، تحياتي ليك وتحياتي للكابتن سمير والكابتن ايهاب، ودايما منورين ان شاء الله. اهلا بيك يا استاذ صابر. يعني بعد مباراه امس، يعني كلمنا عن الاجواء في ارض المونديال. الاجواء الحقيقه بدات من ارض الملعب من اثناء المباراه وبعد نهايه المباراه واستمرت لحد اليوم. يعني انا بس عايز اركز في البدايه على الاجواء الجماهيريه، لانه رده فعل الجماهير كانت اجمل مما توقعنا الحقيقه. أيوة. كان ردود الافعال فيها احترافيه كبيره جدا من جمهور الاهلي. الجمهور زي احنا دايما ما بنطالب النادي انه يطوي صفحه اي مباراه سواء بالفوز او بالخساره، الجماهير طوت الصفحه سريعا وابتدت
من لحظه خروجها من الملعب تبتدي تجهز لمباراه الثالث والرابع، تجهز الاعداد وتجهز الرابطه وتجهز الاعلام وتجهز حتى الهتافات. عايز اقول لك يا اسلام، بنفس الحماس اللي جهزت بيه لمباراه الدحيل ونفس الحماس اللي جهزت بيه لبايرن ميونخ، ولم تتاثر سلبا زي البعض ما ردد او اشاع ان الجماهير زعلانه. لا بالعكس، الجماهير كانت فخوره بالاداء بشكل عام وفخوره بالجهد اللي بذلوا اللاعبين داخل ارض الملعب، وده انعكس على تحضيراتهم لمباراه بالميراس المقبله. اتمنى ان شاء الله واتوقع حضور كمان كبير جدا داخل ارض الملعب، مش هيقل عن الحضور اللي حصل من جمهور الاهلي في مباراه البايرن، وده ان شاء الله نتمنى انه ينعكس بشكل ايجابي على الروح اللي هيأدي بيها اللعيبه داخل ارض الملعب. بس كمان خلينا نشير وننبه لصعوبه المباراه، بالميراس فريق قوي، وما حدث في المباراه الافتتاحيه ليه كانت ظروف استثنائيه وظروف غير طبيعيه، لانه بالميراس كان وصل للدوحه قبل مباراته الافتتاحيه ب 48 ساعه، وكان فيه ارهاق وكان فيه غيابات. يعني احنا عندنا دلوقتي كان فيه لاعب مهاجم زي ويسلي ما لعبش المباراه السابقه، وغالبا هيرجع في مباراه الاهلي، وفي كمان اللاعب جابرييل فيرون غاب عن المباراه الماضيه، لعيب متميز واحتمال كبير، لان الاثنين شاركوا في تدريبات بالميراس اليوم لاول مره، وفرصتهم على الاقل من الممكن الدفع بيهم في الشوط الثاني. المدرب ابل فيريرا اتحدث عنهم وتحدث عن امكانيه مشاركتهم. في المقابل اللاعب جوزيه فيفياني لاعب خط الوسط اللي تعرض لاصابه خفيفه في المباراه الاولى، اصبحت مشاركته صعبه جدا، نفس موقف علي معلول تقريبا، اصبحت مشاركته في المباراه صعبه، وده هيكون هو جوزيه، ده هيكون هو الغائب الوحيد تقريبا عن بالميراس في مباراه الاهلي. طيب على الجانب الاخر، حقيقه الكل اشاد بعظمه جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه، الكل اشاد بالشكل الرائع اللي ظهر عليه جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه. المطلوب بقى خلال الفتره اللي جايه المسانده، زي ما حضرتك قلت وبدات، ان الجمهور بالفعل طوى صفحه بايرن ميونخ وابتدى يفكر في الصفحه القادمه او المباراه القادمه، وهي مباراه بالميراس. وهي الحقيقه الكل بيجمع على صعوبه هذه المباراه، لانه زي ما انت قلت وزي ما الكل الحقيقه بيجمع خلال هذه الفتره على ان هناك ظروف استثنائيه حدثت في المباراه الاولى ما بين تجريز وبالميراس، وبالتالي الجمهور بقى هيعمل ايه خلال الفتره دي؟ انتوا حكيتوا لنا على اللي كان بيحصل قبل مباراه بايرن ميونخ، عايزين نعرف اللي هيحصل بقى خلال النهارده بكره بعده او اثناء المباراه. انت كنت بتقول لنا دايما ان في الدقيقه كذا هيحصل كذا، الدقيقه كذا هيحصل كذا، الدقيقه كذا هيحصل كذا. ماذا اعد جمهور او رابطه الجمهور اللي موجود في ارض المونديال للاعيبه النادي الاهلي ولفريق النادي الاهلي قبل مباراته في القادم؟ نعم، في مواجهه اسلام، في مواجهه الحقيقه ما بين جمهور الاهلي وجمهور البرازيلي، مواجهه خاصه في المدرجات بخلاف المواجهه اللي موجوده على ارض الملعب، لان هنا في الدوحه في جاليه برازيليه كبيره جدا من عشاق بالميراس، وبالتالي في بعض التوقعات انه هيكون في حضور، مش هنقول حضور كبير بس على الاقل هيكون حضور جيد، مش هيقل عن 3000 متفرج من الجمهور البرازيلي. وكمان الجمهور البرازيلي معروف بحماسه ومعروف بتشجيعه القوي، فهتكون في مباراه. بدا الجمهور الاهلي عارف الجزئيه دي تحديدا، احتك بالجمهور البرازيلي في كتير من المباريات، في بيجهز للمباريات اللي داخل المدرجات. الرد الفعل بقى في اللجنه المنظمه المحليه ومن الاتحاد الدولي على جمهور الاهلي تحديدا، الحقيقه انه الاشادات بنتلقاها من اللجنه المنظمه من قبل انطلاقه البطوله وحتى عظمة بصراحه، وكمان رد فعل الجمهور داخل ارض الملعب كان فيه ردود افعال جيده جدا تلقيناها. دايما بيصفوا ان جمهور الاهلي هو ملح البطوله وهو افضل ما في البطوله وهو اجمل ما في البطوله، ردود الافعال من كل الاطراف بلا استثناء، بغض النظر عن مستوى الاهلي واداء الاهلي ونتائج الاهلي، في اشادات بمستوى الاهلي بالطبع، ولكن الاشادات معظمها كان بيصب في جانب الاهلي. حتى لعيبه الانديه الاخرى المشاركه في كل احاديثهم كانوا بيتطرقوا بالطبع للاجزاء الفنيه وللمباريات داخل ارض الملعب، انما كان دايما
في جزء من تصريحات المدربين واللاعبين والاجهزه وكل الاجهزه على جمهور الاهلي، وازاي انه ادى طعم للبطوله مختلف تماما، وانه وجوده كان ضروري جدا لاظهار البطوله بهذا الشكل الرائع. الجمهور مش بس بادائه في الملعب او في المدرجات يا اسلام، لا، الجمهور في تصرفاته خارج محيط الملعب والتزامه بالاجراءات، اجراءات مشدده جدا 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 صارمه بشكل لا يتخيله احد. الجمهور الاهلي كان ملتزم بشكل رائع جدا ويثير الاعجاب ويثير الدهشه، مفيش خروج على النص. عايز بس اذا سمحت لي اسلام اشير لجزئيه بسيطه لتعليق الناس على بعض الاجراءات الصارمه فيما حدث مع كهربا وحسين الشحات. انا عايز اتكلم على موقفين تحديدا، موقف حصل في البطوله دي في بدايتها مع المدرب الكوري الجنوبي مع أولسان هوينداي، لما حضر في البدايه ما كانش يعرف، لانه ما كانش هو المدرب مع الفريق في دوري ابطال اسيا اللي اقيم هنا من شهر ونص في الدوحه، مدرب جديد وجه، ارتكب خطا بسيط جدا في البدايه، نزل من اسانسير غلط فطلع في شارع غلط، وبالتالي تم حجره 3 ايام وابتعد عن فريقه وما قدرش يقود تدريبات فريقه قبل المباراه الاولى. ده نتيجه للاجراءات الصارمه. كمان موقف حدث قبل البطوله لما فريق كوبي فيست الياباني كان موجود هنا وكان معاه انيستا موجود ومعروف تشافي هنا مدرب السد القطري موجود، وهم صديقين عزيزين جدا وقريبين الى بعض، وبالرغم من ذلك انيستا قعد شهر كامل في الدوحه ما قدرش يقابل تشافي وما قدرش يشوفه بسبب الاجراءات المشدده. يعني الحقيقه الاجراءات الاحترازيه دي يجب ان يتم الاتفاق من الجميع، او تم الاتفاق من الجميع الحقيقه على الالتزام الكامل بهذه الاجراءات، لان في مصلحه البطوله الحقيقه بشكل عام. فنتمنى ان شاء الله ان تكون الاجراءات الاحترازيه او يتم الوفاء بها خلال اليومين 3 اللي جايين. انا بشكرك شكرا جزيلا لزميلنا العزيز الاستاذ صابر الغراوي على كل هذه المعلومات من ارض المونديال. زي ما حضراتكم بتشوفوا بنحاول نجيب لحضراتكم ماذا يحدث ورابطه الجمهور والجمهور الاهلاوي العظيم اللي متواجد هناك بيعملوا ايه وهيعملوا ايه خلال المباراه القادمه. خلينا نطلع فاصل الأخير، وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع كابتن إيهاب جلال وكابتن سمير كمال. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كابتن إيهاب، القيادة واللاعبين الكبار الشناوي محمد الشناوي وكابتن النادي الأهلي ودوره بقى في القيادة الفنية وخارج الملعب أيضا. الشناوي كابتن إسلام من هو صغير تحس أنه هو عنده قائد، يعني عنده قياده يعني. طبعا قائد النادي الاهلي دي حاجه كبيره جدا، والشناوي على قد المسؤوليه خارج الملعب وداخل الملعب. ايوه، اللي احنا بنشوفه، الجماهير اللي بتشوفه داخل الملعب، اللي احنا شايفينه طبعا حاجه رائعه. يعني انا كنت شفته هو ومانويل نوير مع بعض، ما تحسش في فرق بينهم وبين بعض خالص للامانه. يعني ده قائد بايرن ميونخ وده قائد النادي الاهلي، ده نادي عظيم وده نادي عظيم. الشناوي لولا الشناوي من بقاله 3 4 سنين للامانه، وبالذات اخر سنتين، من الحراس اللي تبقى مبسوط وانت تتفرج عليها. انا مرنت الشناوي، انما انا شايف ان الشناوي موهوب يا كابتن ايهاب، موهوب جدا، موهوب وعنده حضور، وعنده حضور، والولد بصراحه كان عاوز يبقى من احسن حراس، لان هو قال لي من هو صغير انا عايز ابقى من احسن حراس مرمى في مصر. وفعلا هو عنده بلان للموضوع يا كابتن سمير كابتن اسلام. الولد بصراحه قائد كبير جدا جدا، بيفكرني بالكابتن ثابت والكابتن اكرامي والكابتن شوبير، من الناس العظام اللي هم حرسوا مرمى النادي الاهلي. وطبعا ما ننساش طبعا الحضري اكيد طبعا. انما انا شايف الوقت الحالي الاجيال بتتغير، انما انا شايف ان الشناوي من الحراس العظام اللي حرسوا مرمى النادي الاهلي على مدار التاريخ، وده هتتحسب له. ليه؟ لانه بيزود عن مرماه كتير جدا. يعني الماتشين اللي لعبهم، ماتش الدحيل وماتش بايرن ميونخ، بصراحه يعني في بايرن ميونخ جات له حوالي 25 هجمه بصراحه كلها عملها مظبوط، عملها كويس جدا. واحده الانفراد اللي حطها ليفاندوفسكي طلع هايل. وجسمه كويس وكرات العرضيه كمان كان متالق فيها. رائع. يعني انا بتكلم الشناوي بصراحه كابتن سمير كابتن اسلام، الولد هايل ومن فتره طويله ما شفناش الموضوع ده بالنسبه لحراس مرمى النادي الاهلي.
طيب. الشيء الثاني بس معلش يا كابتن اسام عايز اشيد بجمهور النادي الاهلي طبعًا. العظيم في مصر وخارج مصر طبعًا. لان هنا انا شفنا انا اتفرجنا على المباراه في النادي الاهلي شيء حاجه رائعه في الثلاث انديه من النادي الاهلي مبوت. التجمع وسوري مدينه نصر والجزيره و 6 اكتوبر يعني جمهور رائع 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 بخلاف الجمهور حوالين التلفزيون بخلاف الجمهور اللي في قطر يعني انا عايز اشيد بجمهور النادي الاهلي العظيم لان هو ده جمهور النادي الاهلي اللي ورا فرقته في كل حته وفي كل مكان تمام كابتن سمير مين اللي ممكن يلعب مكان حسين الشحات او كهربا مين ممكن يحل محلهم هو مستر موسيماني بقى في حيره دلوقتي مش عارف يعمل ايه يعني اتنين نجوم كبار قوي بيعتمد عليهم من الشق الهجومي او من الناحيه الهجوميه بس عندك برضو مش موجودين انما هو عنده البديل وعنده الحلول في لعيبه كويسه طبعا ممكن يخش مكانهم صلاح محسن لعيب كويس وسريع ومتحرك وانا شايف ممكن محمد شريف يلعب فيرو الصريح يعني هي الفرقه ممكن يعني محمد شناوي وهاني وبدر وياسر ابراهيم ايمن اشرف هيلعب باك شمال مكان علي معلول الف سلام عليه وطبعا اتنين ديفندرات السوليه وحمدي فتحي قدامهم قفشه وممكن على اليمين طاهر وعلى الشمال صلاح محسن وفيرود صريح محمد الشريف هي دي ممكن تكون البدائل لمستر موسيماني في المباراه القادمه ان شاء الله نتمنى التوفيق اللي هيخش مكان كهربا والشحات يعني كلهم على قد المسؤوليه ومركزين ولعيبة محترمين جدا نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله طيب خلينا ناخد اتفضل عايز لا خلاص اتفضل لا اتفضل اتفضل لا والله المباراه الاول الثانيه بايرن وبايرن ميونخ والنادي الاهلي عايز اقول بس كلمه بس يا كابتن اسلام ان الكلام كتر قوي على السوشيال ميديا والناس اللي هي ممكن ما لعبتش كوره او ما مارستش الرياضه بتتكلم في حته النتيجه والاداء والنادي الاهلي كان متراجع دفاعيا شويه وما كانش فعال هجوميا لازم نعرف ان احنا بنلعب قدام بطل العالم بطل المانيا وبطل العالم واخد 5 بطولات وبيسعى ان هو ياخد البطوله السادسه مظبوط لكن عايز اضيف حاجه لو اي فريق في مصر او في افريقيا في الحاله دي وفي الظروف دي بيلعب بايرن هيتغلب 5 أو 6 صحيح خدها مني ثقه انما النادي الاهلي عشان الافضل والاحسن وهو بطل افريقيا ومتماسك واقف على رجله اتغلب 2-0 بس وكان يعني مش عايز اقول لك معظم اوقات المباراه كان بينقل وبيتحرك انما دي حاله لاعبين وبتتكلم في فروقات فرديه والوعي التكتيكي الفريق اتبنى هم طبعا اكيد هيكسبوا وعظمه جمهور الاهلي ان هو غير قابل ايضا لهزيمه النادي الاهلي على الرغم من كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ودي عظمه يعني أكيد النادي الاهلي صحيح. او جمهور النادي الاهلي الحقيقه متفوق في كل شيء حتى في دفاعه عن ناديه وحبه لناديه طبعا الفارق الكبير واضح جدا ما بين الفريقين الكبيرين سواء بايرن ميونخ او النادي الاهلي ولكن جمهور النادي الاهلي دايما بيسعى للفوز والفوز فقط انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا كابتن ايهاب شرفتنا ونورتنا ان شاء الله نشوف حضرتك مره ثانيه اشكرك ان شاء الله شكرا جزيلا ايضا انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن حبيبي يا كابتن اسلام ربنا يخليك وعوده حميده ومنور مكانك ربنا يخليك توفيق ربنا يكرمك معلش خليني اخد 3 4 بسرعه برده يا سمير عشان الوقت حمدي بيقول بدر بنون ومحمد عمر بيقول محمد هاني وطاهر محمد طاهر وايمن اشرف احنا بنتكلم عن سؤال الحلقه من هو افضل لاعب من وجهه نظرك في مباراه بايرن ميونخ شناوي ابو جورج بيقول الشناوي وبدون منازع حسام عبد النبي بيقول بدون تردد محمد هاني طبعا طاهر وهاني وبدر بنون ده خلود احمد خالد بيقول بدر بنون والشناوي محمود مصطفى بيقول محمد هاني وايمن اشرف هاني والشناوي وطاهر ده جهاد وعلي بيقول محمد هاني وطاهر وايمن اشرف خليني اخد بقى من الجانب الاخر من تويتر ريمون بيقول الشناوي وايمن اشرف ومحمد هاني وايضا حنين بتقول محمد هاني وياسر ابراهيم ومحمد الشناوي ومحمد هاني والشناوي ده معتز أسامة ومحمد ذكري أمينة مصطفى بتقول محمد هاني بدون شك دي بعض الإجابات اللي حضراتكم بعتوها أو التعليقات اللي حضراتكم بعتوها ردا على سؤالنا طبعا اللي هو كان من هو أفضل لاعب من وجهة نظرك في مباراة البايرن لازم حتى لو هنقرأ سريعا جدا
علشان دايما نشرك حضراتكم معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، انتظرونا غدا وحلقه جديده من الاهلي في المونديال ان شاء الله في تمام الساعه 8 على الهواء مباشره. هكون مع حضراتكم ان شاء الله كل ما حدث خلال يوم كامل من النهارده لغايه بكره ان شاء الله الساعه 8 هيكون معانا على الهواء مباشره من ارض المونديال. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وما تنسوش الاهلاوي مش هيسيبنا.